يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. موضوعات مهمه هنتكلم فيها مع حضراتكم، موجود ضيوف مهمين هينورونا في الاستوديو النهارده، موجود متابعات وتغطيات لاحدث المستجدات موجود، وبطبيعه الحال سؤال السوشيال ميديا برضه هو كمان موجود. صباح صحيح الفول. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الرزق وصباح الهنا وصباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. و10 الصبح في الاهلي مع كريم كوشك نهاوند سير اللي دايما بنكون حريصين مع فريق الاعداد والفريق كله ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد وكل ما هو هام وكل ما هو كمان مثير للجدل. خلينا نبدا زي ما كريم قال كده، احنا النهارده يوم الاربعاء بيكون مخصص لفقره السوشيال ميديا، والسؤال اللي معانا النهارده هو ايه الرياضه اللي كان نفسك تمارسها او تلعبها وانت صغير؟ طبعا احلام كتيره جدا بعد ما بنكبر، يمكن انا وانت قلنا الكلام ده اول الاسبوع ان انا قلت لك انا كان نفسي اكمل في التنس ومش عارف ايه، احلام. بس في كمان رياضات واحنا صغيرين كنا بنحبها بس ما كملناش فيها، ولما بنكبر بنقول يا لو انا كنت وانا صغير مارستها. فايه هي الرياضه دي؟ يعني خليني ابدا بيك برضه، احب دايما نسال بعض. فانت بالنسبه لك مثلا ايه الرياضه اللي انت كان نفسك تمارسها؟ وما تجاوبنيش تقول لي ما فيش. لا 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 لا، هقول لك على حاجه. هو بصي، انا في الفتره الوحيده تقريبا في حياتي اللي لعبت فيها رياضه بانتظام وفي سياق فريق، الكلام ده كان زمان جدا، كان باسكت. انت عشان طولك في نادي الاتحاد السكندري تحديدا، تمام؟ 3-4 شهور ماكسيمم، بعد كده ايه ما كملتش، بس كان نفسي جدا اكمل لان انا كنت وقتها الحقيقه يعني ايه اتدلعت شويه. 3-4 شهور؟ اه والله العظيم. دي مش ممارسه رياضه، ده لا 4 شهور، مش قصدي بمارس رياضه 4 شهور بشكل نظامي، انت فاهمه ازاي؟ فدي حاجه فعلا ندمت عليها كتير بعد كده. وعلى فكره دي دعوه لكل الاولياء الامور ولكل الاهالي، لما تلاقوا ان اولادكم بيتدلعوا زي ما انا حصل معايا كده، أيوة. لا وقفوهم عند حدهم من اولها. أيوة انا بالنسبه لي لو هتسالني هقول لك كره القدم، لان انا جت فتره لعبت كره قدم نسائيه. كان باين من التنطيقه كان باين من مهاراتي يا جماعه، انا تخيلي ووريتكم حاجه نقدر يعني نستنتج ده. فلعبت فتره وبعدين توقفت. فلو هتسال السؤال ده دلوقتي هقول ان انا كان نفسي ان انا العب كره قدم نسائيه واكمل فيها. كنت تحبي تبقي مهاجم ولا خط الوسط؟ انا كنت مهاجم فعلا. الله يا جامد يا جامد يا يعني جامد يا جامد. فبنسال حضراتكم ايه هي الرياضه اللي كان نفسكم تلعبوها وانتم صغيرين، ابعتوا لنا من دلوقتي. وفعلا في ناس يعني اول ما سؤال السوشيال ميديا نزل في اجابات كتيره جت، طبعا ده في اخر فقره بقى مع حلقه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يوم الخميس، ركزوا معايا بقى حضراتكم في التاريخ ده عشان تاريخ مهم جدا. يوم الخميس 4 فبراير وتحديدا الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره، ما اعتقدش ان في اهلاوي ممكن يفوت المعده دي. اول مباراه للنادي الاهلي في مونديال الانديه مع فريق الدحيل القطري، واحد من اهم الانديه القطريه، ونقدر نقول ان احنا فعلا وحشتنا مباريات الاهلي في المونديال لاننا ما تعودناش على الغيبه الطويله دي، وان شاء الله تكون عوده قويه باذن الله. صحيح جدا. وكمان ردود افعال كانت كبيره جدا من جماهير الاهلي امبارح يا كريم عن قرعه المونديال، بس غالبا في اتفاق على ان القرعه يعني قويه جدا. ده اللي احنا كلنا ملاحظينه، سواء هنا بنتكلم بمواجهه الدحيل الفريق القوي بنجومه طبعا في خط الهجوم، وكمان ان احنا لو تخطيناه يعني هنواجه زي ما بيقولوا كده بعبع اوروبا بايرن ميونخ، وطبعا ده فريق مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، هو يعني نجوم فيه كتير جدا، هو بصراحه لعب ماتشات رائعه جدا جدا. فهو فريق بايرن ميونخ بتهيألي هو ده اللي شويه عليه تخوف، بس يا رب ان شاء الله ربنا يكون معاه. هو من ناحيه ان القرعه قويه، فالحقيقه القرعه قويه، انما كالعاده برضو النادي الاهلي احنا متعودين من خلاله دايما انه بيفكر في مبارياته بشكل مرحلي الى حد ما. يعني الاول هيفكر في ازاي انه يتخطى الدحيل القطري اللي برضو لازم يتعمل له الف حساب ونكون مستعدين ليه كويس جدا فنيا ومعنويا، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه مع البعبع بتاع بايرن ميونخ وربنا يصلح الحال. جدا. وعايزه بقى اقول لك على حاجه، بما ان احنا هنا بنتكلم عن او البعض بيشوف برضو مواجهه الدحيل مواجهه قويه، هو بقى نفس الامر اللي الاعلام الرياضي القطري كمان بيتحدث بشانه والاعلام العربي، يعني ده هنتكلم بقى. الدحيل كمان كان يريد ان هو يتجنب مواجهه الاهلي في البدايه بوصفه طبعا اقوى انديه القاره، ده بقى احنا بنوصف لحضراتكم على الصعيد الاخر ايه اللي بيتقال في الصحف يعني. وعشان برضو يعني بنتكلم مع حضراتكم بشكل موضوعي مش بنأفور في الكلام، ما هو بيني وبينك الاهلي خض. والله بكلمك طبعا ليه هبته كده زي ما بيقولوا طبعا يعني. والتاريخ اللي بيقول ده، احنا نرجع للتاريخ طبعا. يعني مين ما يعملش حساب اي لقاء هيضطر يخوض من خلاله مباراه ضد النادي الاهلي، اي فريق هيقابل الاهلي عارف كويس جدا ان هو مش بيواجه فريق عادي، ده بيواجه فريق بطل وما بيلعبش غير على الفوز فقط، ما يعرفش حاجه اسمها المراكز الشرفيه مركز ثاني ومركز ثالث، والنوع ده من الامور مش من ضمن دايره اهتمامات النادي الاهلي باي حال من الاحوال. احنا واثقين طبعا ان لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس قوي
هدفها ايه، واللي بنأكد عليه انه مفيش اي ربط ما بين اداء النادي الاهلي في الدوري وبين المشاركه في المونديال اللي كل مقال من مقال زي ما بيقول. انا هاخد من كلامك حول كده كلام مظبوط بالضبط، احنا ثقتنا في فريقنا ملهاش حدود، وفعلا كمان خلينا نقول احنا ممكن نخلي مواجهه البايرن ده دافع لينا علشان نحقق الفوز على الدحيل القطري. ده بقى لو حصل ساعتها هنفكر نعمل ايه مع البايرن ان شاء الله، لكن الاكيد ان اي لاعب كبير بيحب ان هو يواجه الكبار. طيب وعشان يبقى كلامنا مع حضراتكم فيما يتعلق بمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في قطر في الفتره من 1 ل 11 فبراير، عشان نتكلم معاكم كلام علمي ومعملي وموضوعي، يعني لازم يكون برضو في وسط كلامنا مساحه كافيه للكلام عن النسب والارقام والتحليلات والنوع ده من الامور. هنتكلم بلغه الارقام في هذا الامر مع دكتور احمد بيومي وهو محلل الاداء بقناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا دكتور احمد، منورنا. صباح الفل عليك استاذ كريم، صباح الفل على حضرتك استاذ نهاوند. طبعا اهلا بيك. طيب احنا عايزين نتكلم مع حضرتك يعني بشكل عام عن مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، ونتكلم بشيء من الخصوصيه على المباراه الاولى تحديدا ضد الفريق والمنافس القطري. الف مبروك طبعا عوده الاجواء كاس العالم للانديه للجمهور الاهلي بينتظرها كاحد البطولات المفضله للاهلاويه. طبعا كان بيبقى ليها دايما كده اجواء خاصه، احنا كنا بنتجمع دايما وبتبقى ليها اجواء كده جميله، الحمد لله انها قعدت تاني مره ثانيه. الحمد لله. خلينا نوضح طبعا ان الدوري القطري بشكل عام بيعتمد بشكل كبير على المحترفين واللاعبين المجنسين، طبعا نظرا للتعداد السكاني هناك فهم بيعتمدوا بالاخص على اللعيبه المحترفين، وده اللي ظهر طبعا عندنا في فريق الضحيل. يمكن في الموسم الماضي هو انهى الدوري القطري في المركز الاول، واحنا بنينا التحليلات بتاعتنا بناء طبعا على الدوري او الموسم الحالي. طب ليه؟ لان الدوري الحالي عندهم دوري النجوم القطري هو لحد النهارده كان اخر مباراه كانت امبارح تعتبر المباراه رقم 15، ف 15 مباراه احنا يعني من خلالها انت تقدر تقيم الفريق، تقدر تطلع نقاط القوه ونقاط الضعف، خصوصا كمان ان المباريات دي بتاعت الدوري بتبقى مباريات متتاليه، فانت من خلالها تقدر تطلع بالمستوى العام والشكل العام للفريق. فلو استعرضنا النقطه الاولى اللي هو مشوار الدحيل القطري خلال الدوري، دوري طبعا موسم 2020، هنلاقي انه لعب 15 مباراه، ترتيبه لحد دلوقتي هو الترتيب الثاني، مسجل 38 نقطه، فاز في 9 مباريات، الهزيمه كانت في 5 مباريات وهي دي نقطه مهمه جدا، التعادل يمكن كان مباراه وحيده وهي المباراه بتاعت امس، مسجل 36 هدف وعليه 21 هدف. فاحنا نطلع بملخص عام كده من المشوار ان هو فرقه هجوميه بحته، وفي نفس الوقت عندها نقطة ضعف ظاهرة جدا انه داخل فيه 21 هدف في 15 مباراة، ودي نقطة علامة ضعف او علامة استفهام طبعا. احنا ممكن نستغلها بشكل عام. طيب هننتقل بعد كده للنقطة الثانية اللي هتخلينا نقدر نعرف شكل الأداء العام للفرقة. هنبص هنلاقي ان المعدل العام التحليلي للفرقة هنلاقي معدل الاستحواذ عندهم 57%. اذا احنا بنتكلم على فرقه استحواذ بشكل كبير، فرقه عندها القدره على نقل الكوره داخل الملعب. لو جينا بصينا على معدل التمريرات ونسبتها الصحيحه هنلاقي ان هم عاملين 534 تمريره بنسبه صحيحه 86%. يعني نقيم الرقمين دول بايه؟ ان احنا بنتكلم على فرقه عندها زي ما بقول لحضرتك قدره عاليه قوي على الاستحواذ، فرقه ما بتلعبش على الهجمات المرتده، لا فرقه بتنقل الكوره بشكل كبير داخل الملعب وعندها طبعا الاليات او الادوات من اللاعبين اللي تقدر تنفذ الاسلوب ده. هنيجي نبص بعد كده على الرقم اللي هو معدل الاهداف، طبعا هم مسجلين 36 هدف بمعدل اهداف 2.4، يعني بنتكلم في اكتر من هدفين في المباراه الواحده، هم في مباريات عندهم كاسبينها 8 ومباراة كسبنا 4 ومباراة كسبنا 5، فنتكلم على نسبة تسجيل جدا. الو سامعينك يا فندم، اتفضل. تمام، يمكن هنخش على اخر رقم طبعا في اللي بيوضح برضو الشكل العام في الفرقة، وده اللي يهمنا قوي بقى الرقم ده، هو المعدل الاهداف اللي دخلت مرماه، هو بيدخل مرماه بمعدل طبعا هو دخل فيه 21 هدف بمعدل هدف اكتر من هدف خلال المباراه اللي هو تقريبا 1.4، يعني بنتكلم دايما ان في مباراة بيدخل فيه هدف، في مباراة بيدخل فيه هدفين. فدي نقطة طبعا لازم نوضحها بحيث ان الاهلي ان شاء الله طبعا هيستغلها. وبعد كده لو جينا بقى استعرضنا نقاط القوة بقى في اللاعبين، احنا كده كده اتكلمنا على الاطار العام للفرقة، هي فرقة طبعا زي ما قلنا بنتكلم في الاستحواذ. نخش بقى نشوف ايه الاليات اللي تقدر ان هي تنفذ الكلام ده داخل الملعب.
يمكن يا ريت استاذ كريم حضرتك او استاذ نهاوند برضو تشتركوا معايا. انا هنوضح كده ثلاث نقاط من خلالها مش محتاجه العين الخبيره او العين التحليليه انها تقول ان الفرقه دي مين فيها اللعيب المميز. لو جينا بصينا مثلا ان هداف الفريق عندنا لعيب اللي هو ادميلسون، هو برازيلي طبعا الجنسيه، مسجل 10 اهداف. اللعيب بعد كده ادواردو برضو برازيلي الجنسيه ومسجل برضو 10 اهداف. عندنا اللعيب اللي هو المعز هو قطري الجنسيه مسجل 6 اهداف. طب دول اللعيبه اللي قادره انها تحرز الاهداف. هنبص بعد كده للنقطه الثانيه، مين اللعيبه بقى اللي هي عندها القدره انها تصنع الاهداف دي لزمايلها؟ هنبص هنلاقي برضو ادميلسون صانع 10 اهداف، ادواردو برضو صانع 8 اهداف، نفس اللعيب تاني المعز 5 اهداف. يعني حضرتك شايف ان الهداف الفريق هم 3 لاعبين واضحين، مظبوط، صانع اهداف الفريق هم نفس الثلاث لعيبه، مظبوط. طيب مين الاكثر لعيبه عندها القدره انها تسدد على المرمى؟ سيب لنا الطلعيه دي يا دكتور احمد، هم الثلاث لعيبه ذات نفسهم، صح كده؟ الله وصلنا على النبي. لا 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 ده انت خلاص كده. يعني احنا ان شاء الله هنلعب الثلاث لعيبه دول ان شاء الله يوم المباراه. بالظبط صح كده؟ واللعيبه دي مراكزها ايه بقى؟ جناح ايمن اللي هو ادواردو، اسف اللي هو اللعيب اللي هو ادميلسون، وادواردو جناح ايسر، والمعز ده الفيرويد. اذا الثلاث لعيبه دول عاملين زي شركه خاصه كده هجوميه جوه الملعب، بيقسموا الادوار الهجوميه ما بينهم، ما بين هداف وما بين صانع اهداف وما بين الاكثر تصويبا. طب اخبار خط الدفاع وحراسه المرمى ايه اللي دخل فيه 21 هدف؟ هل نقدر نقول ان في يعني دروب صريح في الجزئيه دي؟ طبعا بالظبط كده، في خلاص النقطه ضعف واضحه جدا، 21 هدف كبيره جدا على فرقه زي بنتكلم على فرقه محرزه الموسم اللي فات، والموسم السنه دي هي ماشيه تاني بعد السد القطري طبعا. ف 21 فرقه برضو ده رقم كبير جدا، احنا لازم نستغله طبعا، لازم نمسك ال 21 هدف دول نحللهم ونقدر نشوف ايه الاخطاء اللي بتطلع من اللعيبه عشان يدخل فيه 21 هدف خلال 15 مباراه. مظبوط. ودي يمكن هنبص برضو لنقطه ثانيه هي اخر نقطه تحليليه، بمعدل التمريرات داخل الملعب، مين اكتر اللعيبه اللي عندها القدره انها تلمس الكره جوه الملعب؟ علشان انا من خلال الرقم ده بقدر ان اطلع مين محور الاداء جوه الملعب. هنبص هنلاقي ان كريم بوضياف اللي هو عامل 748 تمريره، وده يعتبر بنسبه حاجه 90% تقريبا، يعني بالظبط بنسبه صحيحه 91%، وده بيبقى ارتكاز وسط الملعب عندنا اللي هو الديفندر ميدفيلد. عندنا تاني لعيب بيقوم برضو بالتمريرات العالية جدا دي اللي هو الباك ليفت بتاعهم اللي هو سلطان حسين، عامل 727 تمريرة. وآخر لعيب اللي هو السنتر باك اللي هو أحمد ياسر، عامل 703 تمريرة. طيب من خلال التمريرات الكبيرة دي نبص دايما على مراكز اللعيبه دي جوه الملعب، اللعيب ده بنتكلم في ارتكاز وسط الملعب. وانا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور، اتفضلي. هو بس عشان الوقت هما بيستعجلونا، بس يعني خليني اقول لحضرتك بس طبعا كده الصوره بتهيالي وضحت جدا، بس جداً. يعني انا على كل حال اكيد كلنا، مش انا بس، كلنا بنتمنى ان احنا نشوف مباراه قويه باذن الله، وبس طبعا الفوز يكون اهلاوي. وعلى كل حال بجد شرح حضرتك وافي جدا دكتور محمد، دكتور احمد بشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. التحليل لا ينتهي. ف مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. في بقى مقاله كده استوقفتني امبارح وهي بتتكلم يا كريم عن أزمة التحكيم اللي واخد مفروض اتجاه ضد الأهلي دايما. المقالة دي بتتكلم عن الأهلي، إن هو يعني أي مقالة زي كده ورد إن أنت تقراها من ناقد رياضي. المقالة دي مكتوبة من خارج الوسط الرياضي، هو ده اللي لفت يعني انتباهي. مقال تحليلي بس دقيق جدا بالشكل اللي يلفت نظر. المقال عنوانه إيه؟ الحكام لا فار نافع ولا مساعد شافع. بصراحة العنوان حلو، ده للكاتب الصحفي في جريدة اليوم السابع محمود عبد الراضي. أنا أعتقد أن هي يعني مقدمة رائعة جدا، وكمان مقدمة المقال بدأت بالجملة الدارجة اللي بنسمعها كتير جدا، الأهلي بيكسب بطولاته بالتحكيم. دي تحديدا الجملة اللي كنا بنسمعها كمان من البعض على السوشيال ميديا مش مؤخرا، ده من فترة طويلة، وبعد كمان حصد المارد الأهلي زي ما بيقول كل بطولة. طيب رغم أن الواقع برضو غير كده بيتقال كده، طب الحل ايه؟ خلينا نعرف اكتر ونفهم كده التحليل من صاحب هذا المقال، وهو معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ محمود عبد الراضي الكاتب الصحفي. استاذ محمود بصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير في البدايه.
صباح الخير يا استاذ مهوان، صباح الخير يا استاذ كريم. صباح النور يا فندم. اولا سعداء ان حضرتك معانا في 10 الصبح في الاهلي، وسعداء ايضا لان يكون في مقال زي ده ومقال تحليلي رائع جدا او يمكن اكثر من رائع، وخارج حتى يعني اللي كاتبه خارج هذا المجال، المجال الرياضي. فانا حابه اعرف من حضرتك اولا ايه اللي خلاك تكتب حاجه زي كده، ايه الدافع ورا ده؟ وفي نفس الوقت خدنا لتفاصيل، لان حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا وهي فعلا دارجه، فكره ان الحديث والاتهامات الموجهه للاهلي ان الاهلي بيكسب بالحكام. حضراتكم بقى تعالوا نرجع كده للتاريخ ونرجع لارض الواقع ونشوف هل الكلام ده سليم ولا لا. خلينا نعرف من حضرتك. يعني زي ما قلت حضرتك يا استاذ الهوان، انا غير متخصص خالص في موضوع الرياضه، انا صحفي متخصص في الحوادث والشؤون الامنيه، لكن انا من محب الرياضه، وانا كمواطن بستمتع بالرياضه وبنتظر مباريات الدوري، معظم مباريات ما بفوتش ولا مباراه، بحضر كل المباريات وبجد متعتي في مشاهده الرياضه. لكن في في في, في مؤخرا بدات اجد من يفسد علي المتعه بتاعتي خاصه من التحكيم. المباراه الاخيره مباراه الاهلي والبنك الاهلي تحديدا، انا شفت كوارث تحكيميه وانتظرت تدخل من المسؤولين وتحديدا من اتحاد الكوره، لكن فوجئت بدل ما يتم اتخاذ قرارات ضد التحكيم اللي اطاح بالاهلي من صداره الدوري، وشفنا امبارح نادي اخر بيتصدر الدوري بدل الاهلي اللي كان مستحق بجداره انه يتصدر الدوري، فوجئت بقرارات عكسيه وايقاف محمد الشناوي اللي محمد الشناوي كان رد فعل طبيعي على ظلم تعرض به الاهلي، فبدانا نعاقب رد الفعل ونسينا الفعل نفسه، وكاننا بنشتت الناس عن الكارثه التي وقعت واللي اتحاد الكوره نفسه اعترف بها ان هو يوقف او يمنع الحكم وحكم الفار انه يعني يدير مباريات الاهلي، وهو بمثابه احتراف صريح. اذا كنت انت اعترفت احتراف صريح بما يعني لم تتخذ اجراءات بناء على هذا الاحتراف، لكن فوجئنا بايقاف قائد النادي الاهلي، وخاصه النادي الاهلي داخل على بطوله وهي بطوله العالم للانديه، والحكم يعني ما اعرفش على حسب تقارير صحفيه انا قريتها انه لم يدون اي شيء ضد محمد الشناوي في البدايه، وانه عاد ويدوت وانه لم يشر كروت صفراء ولا حمراء، وبعد فوجئنا بقرار الايقاف، وان عمليه الالتحام هي عمليه طبيعيه بتحصل في كل المباريات، وفكره كره القدم هي لعبه رياضيه قائمه على المصارعه والالتحامات المقبوله، وان جميع الحكام اكدوا ان اللعبه هذا صحيح، انها لو كانت في نصف الملعب لا تحتسب فاول. كل هذه الامور تقودنا لتساؤلات مهمه، ان احنا دلوقتي عندنا بطوله كاس العالم للرجال لليد، ومبهورين كلنا والعالم كله مبهور معانا وفرحانين ان بلدنا بتنظم بطوله زي كده. بعدها بحوالي اسبوعين عندنا نادي عظيم، نادي وطني هيشرف مصر كلها، كل الانديه هيشرفها في بطوله عالم للانديه، ليه تحديدا في هذا التوقيت يتم اتخاذ هذه الاجراءات ضد النادي الاهلي؟ هل هناك مخطط لهدم النادي الاهلي؟ هل هناك مخطط لهدم النادي الاهلي بهذه الطريقه، خاصه احنا على بعد ايام قليله النادي الاهلي هيلعب بطوله العالم للانديه، ان احنا نوقف القائد الفريق وانه ما يلعبش اربع مباريات وما يكونش جاهز بالشكل المناسب لتمثيل مصر في هذه البطوله؟ انا قلت يجب ان يكون هناك محاسبه، واذا استمر هذا الوضع هناك من يفسد الرياضه المصريه ويفسد حياتنا، فهذا استمرار هذا الامر هو خطر يجب على الجهات المعنيه ان تلتفت اليه. وانا اتكلمت هنا من واقع ان انا مشاهد وانا بحب الرياضه وبحب كغيري بحب اتفرج على الرياضه، قلت جمله ان النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم كجمله يعني بستهجن وبستنكر، لان دايما لما بنتكلم مع الطرف الاخر وبنحاول نقنعهم ان اللي بيحصل ده غلط، في الاخر لما بيقتنعش بالمنطق والعقل اللي احنا بنكلمه بيه، الجملة اللي بيصدرها الجملة اللي الناس كتيرة حفظها للأسف، الأهلي بيكسب التحكيم. لا، الأهلي النهاردة بيطاح به، الأهلي الآن بيتعرض لظلم تحكيمي فجر. أنا حتى طالبت إدارة النادي الأهلي المحترمة برئاسة المحترمة الكابتن محمود الخطيب اتخاذ الإجراءات، ومن حقه يدافع عن مش حق النادي الأهلي، عن حق الجماهير العريضة والملايين
اللي النادي الاهلي بيمتعنا كلنا وكلنا بنستمتع بمباراه الاهلي، من حقنا نحافظ على هذه المتعه. انا كتبت هذا المقال من منطلق الحفاظ على المتعه اللي بنجدها في مباريات النادي الاهلي. والله يا استاذ محمود المقال جميل جدا، وعايز اقول لحضرتك يعني يمكن انت بتتكلم كنت بلسان كل اهلاوي يعني، او اي حد كمان مش بس كل اهلاوي، كل شخص الى حد ما لا يقبل الظلم. يعني احنا برضو تحدثنا ان في نقاط كتير جدا وحكام دوليين تحدثوا ان وقع ظلم فعلا واضح وبين على الاهلي كمان تحديدا في المباراه الاخيره ده، غير زي ما كنت بقول لحضرتك التاريخ بيتحدث ان الاهلي العديد من الاخطاء التحكيميه الفجه اللي اطاحت به بطولات كانت يعني المفروض تكون من نصيب النادي الاهلي. فكلام واقعي جدا، واحنا اكيد بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبننتظر الاجابه، لان زي ما احنا متعودين النادي الاهلي لما بيروح حتى يتظلم بيتظلم بشكل يليق به. فنتمنى فعلا ان الامور دي تحل، لان زي ما حضرتك قلت كده مشكله فعلا بتقع على الرياضه المصريه. بكل حال شكرا ليك جدا استاذ محمود، عايز اقول لك فعلا يا كريم مقال جميل من اول العنوان اصلا، العنوان معاك حق فعلا بليغ جدا فعلا. عنوان في منتهى البلاغه وفي الصميم زي ما بيقولوا، زائد ان الموضوع ده لازم يتحل مش بس عشان يبقى تسجيل موقف عشان نحافظ على حقوق النادي الاهلي، لا هو المبدا نفسه بيتضرب في مقتل، مبدا احقاق الحق ذات نفسه بيتضرب في مقتل بالنوع ده من الامور. وبعدين احنا ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه وبعد استحداث تقنيه زي الفار نبقى بنتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه ده اصلا، يعني فاهم ازاي؟ ففعلا عنده حق، يعني لا فار نافع ولا مساعد شافع، يعني عنوان بليغ جدا. خلينا نشوف فعلا. طيب خلونا بقى نروح نتابع مع حضراتكم حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره من خلال هذا الفيديو، ونرجع بعد كده بكلامنا. اتفضل. مصر اللي عايز فيها يصيف يجي، اللي عايز يشتي يجي، اللي عايز ربيع يجي، واللي عايز خريف يجي. جو يمكن متميز، انا ما اعتقدش في دوله في الدنيا عندها الاربع فصول في وقت واحد في المحافظات المختلفه. انا بتكلم لا هو جو صح كده، وشفناه جو مصر من عناصر الجذب اللي فيها من قديم الازل. وعلى رايك خلي بالك في دول كتير في اوروبا في الوقت اللي هم عندهم فيه بيتزحلقوا على التلج من كتر السقيع، احنا على البحر نيوهات نيوهات على البحور. طيب نروح بقى زي ما احنا متعودين كل يوم واخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع مراسلتنا هنا ابو القاسم، هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بنصبح عليك انا وكريم وكل الجمهور معاكي، قولي لنا كده ايه اخبار الاخيره عن النادي الاهلي. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هاخدكم في جولة لآخر وأبرز أخبار الفرق الرياضية. في البداية هبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا امبارح الفريق واصل تدريباته قبل انطلاق المران، قام بعمل مسحة طبية استعدادا لمباراة الغد. المباراة هتكون أمام فريق المقاولون العرب الساعة 5 مساء على استاد الأهلي والسلام. بنتمنى طبعا لفريقنا التوفيق وإن شاء الله يفوز ويحصل على 3 نقاط.
ابرز ما كان في تمرين امس طبعا قبل انطلاق المران، مستر بيتسو موسيماني كان حريص على عقد محاضره مع اللاعبين للحديث عن ايجابيات وسلبيات المباراه الماضيه وكمان الاستعداد للمباراه القادمه. بشكل عام التدريب كان مقسوم لجزئين، يعني جزء مبني على تدريبات بدنيه قويه يمكن استمر لحوالي 30 دقيقه، والجزء الثاني كان مبني على تقسيمه قويه او تراي ماتش بين اللاعبين، يعني تم تقسيم الفريق لثلاث مجموعات وتسديد على مرمى واحد. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، يعني النهارده الفريق هيواصل تدريباته وبعد كده هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الغد. اما بقى عن التعاقدات في الفريق الاول لكره القدم، فامبارح امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اعلن عن مد عقد اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الاهلي سنتين اضافيين، وكده يكون مده تعاقده مع النادي الاهلي مستمره حتى 4 سنوات قادمه. وكمان حارس المرمى علي لطفي تم مد عقده 3 سنوات ليصبح مع النادي الاهلي 5 سنوات قادمه. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق مع الفريق وان شاء الله يشاركوا في حصد مزيد من البطولات للنادي الاهلي. ننتقل بقى لاخبار الالعاب الاخرى ونبدا بكره السله، والحقيقه ان بطوله جديده بتضاف لبطولات النادي الاهلي بعد حصول ليج ناشئات كرة السلة تحت 18 سنة ببطولة منطقة القاهرة. جاء ذلك طبعا بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 79-35. الحقيقة حابة أبارك للجهاز الفني وجميع اللاعبات، يعني عملوا مباراة كبيرة جدا وأدوا أداء قوي طوال البطولة. يعني يمكن كل لايف أو مداخلة مع برنامج 10 الصبح في الأهلي بقول خبر ليه علاقة بتتويج فريق ببطولة جديدة، وهو ده النادي الأهلي دايما بيلعب على حصد المزيد من البطولات والألقاب. كمان رجال كرة السلة فازوا أمس على فريق جزيرة الورد بنتيجة 91-40 طبعا في مباراة إياب الدور التمهيدي من بطولة سوبر المحترفين. الحقيقة أن الفريق عمل أداء قوي جدا، يعني كان مميز في سرعة في نقل اللعب وكمان الرميات الثلاثية المتقنة. بنتمنى لهم كل التوفيق. الحقيقة أن فريق رجال كرة السلة وكمان سيدات كرة السلة بيستعدوا عشان مباراة السوبر، خلاص هتكون يوم 26 من الشهر الجاري. رجال كرة السلة هيواجهوا فريق الاتحاد السكندري وسيدات كرة السلة هيواجهوا فريق هليوبلس. بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله البطولة السوبر تكون من نصيب النادي الأهلي. ننتقل بقى للعبة تنس الطاولة. الحقيقة أن فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي قدر يفوز على فريق الشبان المسلمين بنتيجة 3-0. طبعا ده ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن الفريق عمل جيم كبير جدا وقدروا يفوزوا 3-0 أمام فريق الشبان المسلمين. كان بيمثل النادي الأهلي اللاعب خالد عصر، محمود أشرف ويوسف عبد العزيز. حابة أبارك لهم على الفوز وإن شاء الله مزيد من التقدم والانتصارات. دي كانت أبرز وأهم أخبار الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي بالجزيرة. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. هي أخبار الفرق المختلفة في نادي الأهلي بس هي كلها أخبار كمان حلوة جدا، نشكرك عليها زميلتنا العزيزة جدا هنا أبو القاسم. شكرا. وإلى مقر جريدة الشروق مع مراسلتنا العزيزة روزان نصر واللي هتتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. صباح الخير عليكي وطولي علينا بأخبارك ومنشطاتك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وفقرة صحافة جديدة. قبل ما ندخل في الأخبار خلينا نفكركم بأهم جدول المباريات النهاردة 24 يناير. في الدوري المصري وادي دجلة مع المصري في الساعة 2:30 ظهرا. في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مع أستون فيلا في الساعة 10:15 مساء. ليدز يونايتد مع ساوثهامبتون في الساعة 8 مساء. وفولام مع مانشستر يونايتد في الساعة 10:15 مساء. نروح لأول خبر من سبورت 360. قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم رقم مميز للأهلي أمام الأندية القطرية، أعلنت قرعة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواجهة الأهلي مع دحيل القطري في الدور الأول يوم 4 فبراير المقبل، ويصعد الفائز منهم لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم 8 فبراير في نصف نهائي البطولة. وتأهل الأهلي لمونديال العالم للأندية بعد الفوز طبعا ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الزمالك، ويشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في التاريخ. كمان حقق الفوز من قبل بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية. من اليوم السابع مواجهات قوية في انطلاق الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد.
تقام على مدار اليوم، واجهات قوية في انطلاق دور رئيسي ببطولة العالم لكرة اليد واللي هتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري. وأهم لقاءات اليوم: تشيلسي مع كوريا، أيسلندا مع سويسرا، الجزائر مع فرنسا، المغرب مع النمسا، والنرويج مع البرتغال، ومصر مع الاتحاد الروسي. والتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا مع الاتحاد الروسي في الساعة 7 مساء في أول مواجهات الدور الرئيسي بعد الدور الأول بنقطتين. وأخيرا خبر عالمي من موقع في الجول: الثعالب في الصدارة، ليستر يزيد جراح تشيلسي ويهزمه بثنائية. صعد ليستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي بملعب كينج باور. وصل ليستر سيتي للصدارة برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. أما تشيلسي تجمد رصيدها بعد الهزيمة عند النقطة 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر، صباح الفل عليك. طيب دي كانت أخبارنا عن النادي الأهلي وأخبارنا المختلفة في الصحف والمواقع المحلية والدولية. نروح بقى الخبر تاني، هو خبر في غاية برضو الاحترام والإنسانية، وزي ما احنا بنقول ان احنا دايما بنهتم برياضات ذوي الهمم. القصص بطولات حيف رائعة جدا وكمان ملهمة جدا، وأصحابها كمان أصحاب القصص دي بيكونوا ناس كده ملهمين وبيدونا طاقة كمان إيجابية. امبارح رحنا قضينا زي ما حضراتكم شفتوا يوم لتغطية فعاليات انطلاق دوري مراكز الشباب للسم بمحافظة المنيا، ويمكن عرضنا ده برضو في حلقة امبارح، واللي بتحمل اسم نسخة مؤمن زكريا. وزارة الشباب والرياضة كمان بتبذل مجهود رائع جدا، لازم ان احنا نقدر هذا المجهود. وفي الحقيقة كمان يعني خلينا نقول بتترجم الوزارة اهتمام الدولة وسيادة الرئيس كمان اللي دايما بيأكد ضرورة دعم ذوي الهمم، هذه الفئة اللي احنا دايما ما نؤكد على أهميتها في أي مجتمع. دول مش فئة يعني كده بنقول الهوامش، دول مش فئة مثلا ضعيفة في المجتمع، دي فئة أساسية، وأي دولة كمان متقدمة بتقاس بالاهتمام بالفئات دي عندها. احنا بنتكلم تاني وبنعيد تاني ان احنا عندنا اهتمام من الدولة وسيادة الرئيس شخصيا بهذه الفئة. خلينا نروح نشوف هذا التقرير. النهارده يوم، النهارده عيد استقبال، النهارده اربع محافظات موجوده. النهارده دي النسخه الرابعه بالنسبه لدوري كره القدم بالنسبه للصم، دي المجموعه الثانيه بتضم المنيا واسكندريه ومرسي مطروح والغربيه. بقول لهم اهلا وسهلا بيكم في بيتكم الثاني. ده الدوري بينفذ من قبل وزاره الشباب والرياضه اصلا داخل المحافظات. محافظه المنيا مستضيفه هذه المجموعه تحت رعايه السيد الاستاذ دكتور الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ومعالي السيد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا. النهارده احنا بنجهز النهارده الافتتاح، ان شاء الله النهارده هيبقى افتتاح متميز من خلال مجموعه اولادنا اللي هم ذو القدرات والهمم الموجودين معانا النهارده. احنا النهارده متواجدين في النسخه الرابعه من دوري مراكز الشباب للصم والبوك اللي بتنظمه وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. بجد اهتمام منقطع النظير من دكتور اشرف لخدمه ذوي القدرات والهمم في وزاره الشباب والرياضه. احنا الدوري دوت اتعمل على 27 محافظه. احنا في دور ال 16 دلوقتي، اربع مجموعات في اربع فرق، كل مجموعه اربع فرق، ودي المجموعه الثانيه. المجموعه الاولانيه كانت في القاهره، ودي المجموعه الثانيه، الثالثه ان شاء الله في مرسى مطروح، والرابعه ان شاء الله هتبقى في مدينه الغردقه في محافظه البحر الاحمر. يعني وفي التصفيات النهائيه بعد كده دور الثمانيه هيتلعب في الغردقه ان شاء الله. احنا اهم حاجة عندنا ان احنا ندمج الفئة دي في المجتمع، بمعنى ان انا مش هخلي لعيب بيلعب كرة من دوري مراكز شباب للاسوياء فقط، لا انا هخلي لعيب الصم نفس الامتيازات بتاع دوري مراكز الشباب للاسواء، نفس الامتيازات للعيب دوري الصم لمراكز الشباب. لما يبقى في دوري ليهم وليهم منظومه وبطوله بيسافروا هنا ويسافروا هنا، حاسس ان هم بالنسبه لهم مفيش فرق بينهم وبين اللعيبه العاديه. انت عندك دوري، انا عندي دوري، انت بتشارك في بطوله، انا بشارك في بطوله، فدي حاجه بترفع من روحهم المعنويه جدا جدا جدا، وبتخلي الاولاد يعني ايه ما يحسوش بفرق خالص بينهم وبين اي ناشئ تاني بيلعب في كوره في نادي او بيلعب دوري قسم تاني او ثالث. فهم حسوا الحته ديت يعني ايه معنويا بتبقى بتفرق معاهم كتير جدا.
لعيبه السم والبكم هم 11 او اكتر، هم الوقت بيعملوا دوريات وتدريبات وكده، وان شاء الله المنيا هتلعب ماتش النهارده باذن الله، يكون ماتش ممتاز، ويكون المسؤولين طبعا كابتن احمد علاء قائد كابتن الفريق، واسلام علاء طبعا اخوه، واسلام حجاج، هم الثلاثه طبعا ثلاثه خط نص، طبعا دول كل نص ساعه طبعا بتلاقيهم كويسين جدا في الملعب وبتاع، وبيبقى في حركات سريعه وكده، وطبعا هم طبعا مش بيسمعوا صفاره الحكم، بس الحكم لما بيرفع العلم هم اكيد بياخدوا بالهم على طول، وهم طبعا عشان مش بيسمعوا كده بقى طبعا اتعودوا على كده، وباذن الله النهارده هيكون ماتش كويس. انا مبسوط من جوايا، كمان بقى لنا 4 سنين بنشارك، وكل سنه ببقى مرتاح. يعني 2018 اخذنا مركز تاني الحمد لله، وبعدها ابتدينا ان احنا بنلعب وكده، واسكندريه ان شاء الله بالمدربين بتاع الجهاز الفني، كابتن هشام السنه اللي فاتت كان معانا، وان شاء الله باذن الله السنه دي نصعد وكرامه اسكندريه باذن الله. طبعا احنا وصلنا الحمد لله بالسلامه. احنا الصم عايزين، الفكره كلها ان احنا يعني عايزين مساواه شويه بيننا وبين المتكلمين، فرق المتكلمين يعني منتخباتهم ودورياتهم، عايزين برضو احنا يكون في مساواه عندنا زينا زيهم. احنا عندنا الجهاز الفني والتنسيقات وكل حاجه تمام زي الفل الحمد لله، ونفسنا ده يعني يكمل معانا السنين اللي جايه. يعني هو بيقول لك طبعا هم قدموا له مساعدات كتيره جدا ان هو يلعب كوره وكده، هو كان نفسه من زمان ان هو يلعب كوره، وباذن الله هناخد مركز هنا وهيسافر يكمل الدور في الغردقه باذن الله. زي ما كنا بنقول لحضراتكم من شويه، الحقيقه فعلا فئه اصحاب الهمم، الفئه دي لو تم الاهتمام بيها، وبالمناسبه ده حقها مش تفضل من حد، بالمناسبه احنا بنتكلم على مواطنين مصريين، يعني زيهم زي اي مواطن مصري تاني، بالعكس الفئه دي جديره بالاهتمام بيها اكتر. صحيح. مش هقول لك العطف، لان هم لا 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 هم ما يستحقوش عطف، هم يستحقوا كل تقدير واحترام، لان هم لو احنا اتعاملنا معاهم كما ينبغي الفئه دي هتتحول الى قوه ضاربه، وبالمناسبه في كتير جدا من المحافل الرياضيه العالميه الناس دول هم اللي رفعوا اسم ورايه مصر عاليه. دي حقيقه جدا، ويمكن نماذج زي دي احنا كمان استضفناهم في البرنامج عندنا، وانا لفت نظري بصراحه اللقاءات الاخيره اللي فيها ترجمه اشارات طبعا للسم، يعني انا معرفش ليه جاب في ذهني دلوقتي وانا بتفرج ان ليه مش كل المسلسلات والسينما والبرامج يكون فيها حد فعلا بيترجم بلغه الاشاره للفئه دي اللي موجوده، لان هم برضو ممكن يكونوا بيحبوا السينما وبيحبوا الدراما وعايزين يتفرجوا. وده حاصل في بعض يعني نشرات الاخبار في بعض القنوات، لكن صح. دراميا انت عندك حق، ده يعني دي هتبقى برضو كويسه جدا لو حصلت، بتهيألي فكره جات لي معرفش، يعني حسيت ان ليه لا. طيب احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم من فتره عن المرحله الثالثه لمبادره دركتك صحتك، والحقيقه اللي بيحصل كالاتي، كل ما باب الحجز بيتفتح بيبقى في اقبال شديد جدا على الحصول على الدرجات بشكل ملفت للنظر، وطبعا ده بيخلي وزاره الشباب والرياضه تعلن عن المرحله اللي بعد الأخيرة بتضم توزيع 7200 دراجة ما بين جبلي وهجين، طبعا سعر كل دراجة منهم أقل بشكل كبير من سعرها في السوق، وهي درجات بالمناسبة تتناسب مع جميع الأعمار السنية، وكمان بتصلح لكل الطرق سواء كانت ممهدة أو غير ممهدة. تعالوا نتابع مع حضراتكم من خلال هذا التقرير عملية توزيع الدرجات ونرجع نكمل كلام. درجتك صحتك الدفعة الثالثة الحمد لله برضو الجزء الأول اللي طرح خلص، النهاردة بنسلمها، لكن احنا مفتوح الحجز مستمر على طول. احنا النهاردة كمان معايا الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، شريك لينا وداعم كبير جدا لهذه المبادرة برعاية فخامة الرئيس. في الحقيقة اللي هتكون المبادرة ممتدة على طول، وأيضا إن شاء الله لما نفتح للدرجة الكهربائية أيضا يعني ممتدين مع سيادته. النهاردة بداية التسليم وجايين، يعني وأنا ماشي لقيت ناس كتير ماشية وراكبة العجل ومبسوطة بيها، وده على فكرة يعني برنامج عملي لهذه المبادرة اللي إن شاء الله مستمرة على طول
وما زال الباب مفتوح للتسجيل. احنا بنسلم المرحلة الثالثة ان احنا بنوصل ل 8000 او 7000 دراجة، وده طبعا انجاز تم فترة صغيرة جدا، والطلب الحقيقة كان هايل جدا على الدراجة. يمكن بتكلم مع سيادة الوزير دلوقتي، الناس اللي بتخش من خلال الويب سايت الطلب عالي، فده معناه ان احنا مستمرين ان شاء الله الفترة اللي جاية ان احنا بنطلق مراحل جاية. بنك القاهرة طبعا بحكم ان هو من اكبر البنوك الوطنية طبعا داعم لهذه كافة المبادرات اللي بتقوم بها الدولة، مبادرات طبعا وزارة الشباب والرياضة طبعا مجهود كبير، فاحنا بندعم كافة هذه المبادرات وان شاء الله نبقى مع الوزارة في المراحل القادمة بإذن الله، وبنتمنى يعني للجميع التوفيق ان شاء الله. مبادرة دراجتك صحتك فكرة من وزارة الشباب والرياضة، لاقت اهتمام من القيادات السياسية، هي فكرة ناجحة جدا. دي المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى والثانية كانت 2400 عجلة، المرحلة الثالثة إجماليها 7200 عجلة، بس عاملينها على مراحل. أنا شايفة إن هي فكرة ناجحة جدا، فكرة إنك تمارسي رياضة الدراجات وتبقى أسلوب حياة، هتعمل حاجات كتير جدا، نقلة للصحة، نقلة للبيئة. وزارات كتير جدا هترتاح لو احنا كلنا مارسنا الدراجة، والدراجة بقت اسلوب حياة في يوم من الايام. طبعا اهتمام الشباب بيها ده يكفي النجاح اللي احنا شفناه، واحنا في نص ساعة على لينك وزارة الشباب والرياضة دخل علينا في المرحلة الثالثة بس 10000 مشارك في خلال اقل من نص ساعة، فده دليل كبير على نجاح المبادرة. ان شاء الله عندنا مفاجآت كتيرة، كفاية بس اعلان معالي الوزير دلوقتي للدراجة الكهربائية لفئة معينة، فده يعتبر تطور ونجاح كبير للمبادرة. الغرض في الأول وفي الآخر كان رياضة، يعني الواحد بيحب برضو كنت بحب أتمشى كتير، بجري كتير، فبالعجلة برضو هيبقى فيه دافع أكتر، ولما نبقى مع أصحابنا كلنا بالعجل فهيبقى الموضوع مشجع أكتر، يعني نقدر ندي مجهود أكتر فنقدر نعمل رياضة أحسن. هي حلوة، يعني هو بره أصلا حياتهم كلها بالعجل، يعني رايح سوبر ماركت ياخد العجلة كأسهل له يعني، فأنا شايفة هنا ممكن نستخدمها بطريقة كويسة. أنا بلاقي الأسعار الدراجات غالية جدا، لكن الدراجة دي متوفر فيها كل حاجة من ناحية المتانة العجلة، الشكل بتاع العجلة. بصراحة هي مبادرة جدا، أنا بشكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المبادرة دي، ويعني بصراحة ياريت إن هي تبقى مستمرة على طول، إن كل واحد من الشعب المصري يبقى عنده دراجة. عايز استخدم العجلة عشان اروح بيها المشاوير والعب بيها واروح بيها المدرسة. طيب كده الفقرة الإخبارية خلصت، بس طبعا احنا لسه معانا يعني فقرتين حواريتين اهم من بعض. احنا معانا كابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي السابق وزميل عزيز وصديق عزيز، احنا سعداء جدا انا وكريم ان هو يكون معانا النهارده، ومعانا بقى فقرة عن التغذية، ومنورنا دكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية، واحنا بنبقى حريصين دايما ان احنا نحاول نقدم لحضراتكم برضو وصفات صحية كويسة، اكلات كويسة، اللي عنده قلق او ارق او ما بينامش كويس، الحاجات اللي زي كده، التغذية السليمة ليه، إيه المشروبات اللي ممكن تساعده على كمان الهضم، يعني فئات مختلفة من الناس بنحاول إن احنا نقدم لهم الاستشارات اللي هتنفعهم. ده من خلال الفقرة. وبالمناسبة يعني استكمالا لكلامك، سؤال اللي مش سؤال يعني الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم مع الضيف ده فيه في منتهى الأهمية، موضوع الفيتامينز الفيتامينات. أيوة. لأن في ناس عايشة حياتها بتسف الفيتامينات من منطلق إن دي حاجة صحية وبيوصفوها لبعض. يعني تلاقي واحد صاحبه جايب خد جرب الفيتامين ده من غير استشارة طبيب ومن غير أي حاجة، فطبعا ده ما ينفعش أبدا، لازم يبقى في بريسكريبشن أو يعني روشتة، ولازم أنت حسب اللي أنت محتاجه من فيتامينات يعني يتم إضافتها لجسمك، لأن لما اللي ناقص طبعا بتقلب ده. يعني أنت ممكن يبقى فيتامين إي مثلا عندكش نقص فيه، فأنا اللي عندي فأنا أقول لك خد جرب الدواء ده. لا، وحتى لو أنا باخد فيتامين أنا عارف إن أنا عندي فيه نقص، ساعات الإفراط فيه بيجيب نتائج عكسية. طبعا على كل حال قبل الفاصل بس بنفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال السوشيال ميديا، إيه الرياضة اللي كان نفسك تمارسها وانت صغير؟ زي ما حضراتكم شايفين ابعتوا لنا، هتلاقوا البوست ده موجود على صفحتنا وعلى هاشتاج وكله، ابعتوا لنا واحنا على قد ما بنقدر زي ما بنوعدكم هنجاوب او هنقرا كل الاجابات. فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا، اتفضل.
زي ما قلنا ونوهنا أنا وكريم قبل الفاصل، الفيتامينات ليها أهمية كبيرة جدا بين الناس، بس الناس ما تعرفوش أو بعض الناس ما تعرفوش أن أنت لو خدت فيتامينات يعني أنت مش محتاجها ده مضر، ولو زودت من فيتامينات عن اللي جسمك محتاجه برضو ده مضر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونسأل كده ونعرف برضو إيه الفيتامينات الخاصة بالشعر، الخاصة بالبشرة وغيره وغيره، مع دكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا، وما عندناش ذرة شك إن إحنا هنستفيد جدا من خلال وجود حضرتك معانا النهارده. الله يكرمك. الله يكرمك. تعالى نبتدي بعد إذنك بالنقطة دي تحديدا، لأنها وأنت كنت بتتكلم عنها، فكرة زيادة الإنبوت في جسم البني آدم من الفيتامينز حتى لو كان محتاجها. جميل. ممكن ينتج عنه إيه؟ هي الفيتامينات اللي الجسم محتاجها كتير جدا، ولو جينا بصينا انت بتحسب احتياجك على اساس ايه؟ على احتياج النمو بتاعك. لذلك التغيير في نسبه الفيتامينات، ان كل نوع فيتامين بيبقى له جرعات معينه. الاف دي ابروفد بتدينا مثلا منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء ان الجسم محتاج مثلا وحدات قد كده من كل فيتامين. التغذيه اللي احنا بناخدها سواء بقى من الاكل بتاعنا عامه، الخضروات والفواكه والبروتينات والالبان والجبن والعيش والرز، كل ده بيدينا الفيتامينات اللي احنا محتاجينها. طبعا في ناس بيبقى عندها مشاكل صحيه بتخلي ان امتصاص مثلا انواع فيتامينات يقل. ناس مثلا محتاجه انها تزود جرعات معينه عشان عندها مشكله صحيه معينه، محتاجه ان الجرعه دي تزيد من الفيتامين. هو ده اللي بيخلي ان احنا ممكن نزود في نوع فيتامين او نقلل في نوع فيتامين. للاسف الناس بتحب انها تاخد فيتامينات، يقول لك ده فيتامينات حلوه بتقوي المناعه، ده فيتامينات حلوه مش عارف بتحسن الفتره اللي احنا فيها دي، بالظبط بتحسن الذاكره، وخصوصا مع الكورونا، وبدات الناس تركب بقى على الموضوع وتبدا تنزل انواع فيتامينات كتير، والناس بدات تتقبل ان انا باخد حاجه طب اديني منها وانا اخد، وتلاقي الناس جايبه بشنطه ادويه من كل نوع فيتامين، وهو بيكتر على نفسه. للاسف ممكن يصاب باضرار. ايه اضرارها؟ ان ممكن تعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن تعمل لي اضطرابات في المعده، اضطرابات في القولون، وتعمل لي امساك. في ناس بتشتكي من امساك نتيجه انها بتاخد فيتامينات، مجرد ما بيوقف الفيتامين بتلاقي الامساك راح. اضطرابات في المعده، المعده عنده ما بتستحملش، ممكن لما بياخد جرعات زياده من الفيتامين تعمل له قرح في المعده واضطرابات في المعده وفي الهضم. طبعا ده احنا في غنى عنه اصلا، في حين ان انت بتاخد فيتامين عشان تفيد نفسك مش تضرها. الناس اللي بتاخد فيتامينات زياده ممكن تعمل لي حصوات في الكلى نتيجه تراكم الفيتامين كتير، يعمل لي حصوات كلى، تلف في الكلى، ممكن فشل كلوي كمان. في ناس بتوصل انها يحصل لها فشل كلوي انها بتاخد جرعات زياده من الفيتامينات. في ناس بيحصل لها تليف في الكبد بسبب ان هو بياخد فيتامينات. زي ما احنا عارفين الكبد هو اللي بيخلص الجسم من السموم او الاكسده اللي بتحصل في الجسم، او تنظيف الجسم من اي ادويه او اخلاط الادويه اللي بنبدا ناخدها، هو بيخلصها. لما تزيد عليه جرعه الفيتامين بتضره. بس مش كل الفيتامينات اللي ممكن تضرنا، يعني في فيتامين بتبقى دايبه في الدهون. احنا عندنا اربع فيتامينات بيبقوا دايبين في الدهون، اللي هو الاي والدي والكي والاي. دول لازم امتصاصهم في جسمي يبقى في وسط دهني. يعني انا لو ما باخدش دهون انا مش همتص الفيتامينات دي، فيقل امتصاصها عندي. بخلاف باقي الفيتامينات بتبقى دايبه في الميه، فبالتالي اي زياده في الفيتامين الباقيه اللي هي بتبقى دايبه في الميه ممكن تخرج معايا مع ايه؟ اخراج اللي هو بتاع البول. فيتامين اي في الدهون، فيتامين اي في الدهون مش في الخضروات، لا هو بيمتص في وسط دهني. هو موجود في اكل تاني، يعني موجود في الخضروات، موجود في الفاكهه، بس امتصاصه لازم يبقى فيه معاه وسط دهني. فبالتالي احنا الفيتامينات اللي بتبقى دايبه في الدهون دي هي اللي الجسم لو خدها في صوره اللحوم والالبان والجبن هيبقى خد الجرعات بتاعته الكافيه. لو زود فيها لازم يبقى عارف ان هو بياخد احتياجه بكميات معينه، ما يزيدش عن القصه دي عشان ما تعملوش مشاكل. او طيب اللحوم اللي حضرتك بتذكرها تحديدا هنا، لازم اللحوم الحمراء ولا ممكن اللحوم البيضاء؟ في ناس ما بتاكلش لحمه حمراء مثلا. جميل. اللحمه الحمراء والكبده اكتر حاجه بتبقى غنيه بفيتامين بي، بتبقى غنيه بالحديد، خصوصا الحديد الهيم اللي هو الحديد الحيواني اللي بيبقى سريع امتصاصه. فبالتالي الناس اللي ما بتملش انها تاكل لحوم حمراء او كبده بيبقى عندهم نقص شويه في الفيتامين. بالظبط عشان كده سالت حضرتك، انا عندي نقص فعلا جدا في فيتامين اي، والناس اللي زيي برضو عشان يستفيدوا يعوضوها بقى باكل ايه، وفي نفس الوقت فيتامين اللي حضرتك تقول لنا فيتامين ايه يعني. كويس. يهتموا بقى ان هم يدخلوا المكسرات النيه. المكسرات النيه بالظبط، زيت بذره الكتان، تمام، زيت الزيتون، وياكلوا الخضروات الورقيه اللي هي الجرجير والسبانخ والملوخيه، الحاجات اللي فيها الاوراق الداكنه.
تمام، يهتموا شويه لو هم ما بياكلوش بقى لحوم حمراء، يهتموا شويه بالبيض والجبنه واللبن بالظبط، عشان يبتدوا ياخدوا كميه كافيه من البروتين بتاعهم. بخلاف بقى الناس النباتيين دول بيبقوا لازم ياخدوا مالتي فيتامين خارجي مدعم ليهم، مع ان هم ينوعوا في اكلهم عشان ياخدوا كميه الفيتامينات اللي الجسم محتاجها وخصوصا فيتامين بي 12. طيب خليني اسال حضرتك على فئتين عمريتين مختلفتين واهميه ان كل فئه منهم تاخد الفيتامينز المناسبه للمرحله العمريه دي، الاطفال وكبار السن. حلو. واحنا في النص يا باشا. ما انا كبار السن على عايز احط العضل ميد نكتب اسمه والميد ايج كله بس احنا طبعا مراحل النمو زي ما احنا قلنا في الاول بتتغير. في مرحله الطفوله شويه بنهتم بفيتامين سي وفيتامين د وفيتامين اي، الثلاثه دول اللي مهمين لنمو الجسم، والكالسيوم طبعا عشان النمو العضلي. الثلاثه دول اساسيين من الفيتامينات عشان تساعد معايا في نمو الخلايا بتاعه الجسم والنمو الطبيعي. طب والاطفال لما ياخدوا الفيتامينز دي حتى لو خدوها باعتدال ملهاش اي انعكاسات سلبيه على الجهاز الهضمي وعلى الكبد والحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها؟ لو الطفل بياكل اكل صحي، يعني الام او الاب مهتمين بتغذيته تغذيه سليمه، بيهتموا ان هو بياكل البيض واللبن والجبن والعيش والفاكهه، لان الاطفال مشكلتهم بيبقوا متعبين شويه، فالطفل يقول لك لا ما باكلش ده وما بحبش ده، فبالتالي ممكن يحصل عنده نقص في الفيتامينات اللي احنا قلنا عليها. لذلك بنحب ان هي تبقى في الستاندر بتاعه، ان هو تبقى موجوده على طول. لو الطفل بياكل اكل صحي سليم ما نديلوش حاجه، حسينا ان الطفل عنده في انواع اكل مش بياخدها او بيضرب عن الاكل عنها، لازم ندخل له مجموعه فيتامينات اللي احنا قلنا عليها الاي والسي والدي، عشان ده هيحسن له النمو بتاعه، نمو سليم هيعزز له جهاز المناعه، عشان الاطفال بتبقى عرضه لنزلات البرد، عرضه للاصابه بالانفلونزا، عرضه لاي مشاكل صحيه بتبقى سهله، فبالتالي احنا كده بنحسن جهاز المناعه وبنحسن النمو بتاعه، نمو سليم. الكبار السن بقى طبعا بيحصل ان امتصاص الفيتامينات بيبدا يقل، واحتياج الجسم، عشان طبعا احنا سبحان الله التركيب الجيني بتاع الجسم ان بيحصل فيه عمليات او تاكل، الخلايا بتبدا تتاكل، العظم بيبدا يضعف، العضلات بتبدا تضعف، فبالتالي بيبقى مهم جدا ان احنا نهتم بفيتامين د والكالسيوم وفيتامين بي 12، لان امتصاص فيتامين بي 12 بيقل مع السن، بيقل مع الناس اللي بتاخد ادويه لعلاج مشاكل المعده والحموضه، فاكتر اتنين يهتموا بان هم ياخدوا فيتامين بي. زي ما احنا عارفين ان فيتامين بي من الحاجات المهمه لنمو الخلايا وخصوصا كرات الدم الحمراء، بيحسن النسيج العضلي، بيحسن العضلات، بيحسن معدلات التمثيل الغذائي والحرق، بيعزز معايا الجهاز المناعي. فطبعا فيتامين بي 12 من الحاجات المهمه، وبيحسن كمان الاعصاب والتهابات الاعصاب الطرفيه، وخصوصا لو الشخص كمان عنده سكر او بياخد ادويه سكر بتقلل امتصاص فيتامين بي، فبيضطر ان هو ياخده بصوره منتظمه مع علاجه لو هو بياخد علاج سكر. طيب انا في سؤال عايزه، يعني بجد جه في بالي كذا مره وكنت عايزه اساله المتخصص، هل نوع الاكل اللي بناكله والمشروبات اللي بنشربها ممكن تاثر على يعني الشخصيه، بمعنى ان ممكن تخلي شخص مثلا ستريسد على طول، متوتر على طول وعصبي، وشخص تاني يبقى شخص هادي، يعني هل الاكل عامل في ده؟ النقطه دي مهمه ليه؟ لان في ناس بتهمل موضوع جانب الاكل ويبدا يتجه للعلاجات الدوائيه او الفيتامينات عشان يعالج الاعراض اللي هو بيشتكي منها. ان هو لو نظم غذائه وكل غذاء صحي هيفرق معاه جدا ان هو يبدا يهدى او الارق والتوتر يبدا يقل. طبعا في البروتين رقم واحد في تقليل التوتر والشد العصبي، فلازم الشخص ياخد احتياجه الكامل من البروتين. تمام. لان هو بيبني الخلايا العصبيه ويبني الخلايا العضليه، فبيحسن معايا التمثيل الغذائي بتاع الجسم. فيتامين بي 12 زي ما احنا قلنا، ومجموعه البي كومبلكس كلها، بي 1 و2 و3 و6 و12 مهمين جدا للاعصاب والهدوء النفسي، فلو نقصوا عندي اعرف ان انا ممكن يبقى عندي نقص فيتامين بي. في العموم طبعا احنا لو اشتكينا من اعراض نقص الفيتامين لازم هاخد الفيتامين، لان زي ما احنا عارفين ان كل فيتامين له اعراض. يعني نقص فيتامين بي ممكن يعمل اجهاد او تعب او هبوط، او يحس الشخص ان هو مجهد بسرعه، يحس ان هو مكتئب او عنده اكتئاب وقلق وتوتر، فيبقى عنده ممكن يبقى نقص فيتامين بي، ممكن يعمل له تحليل. احنا عارفين ان في اعراض وفي تحاليل ممكن تتعمل عشان نحدد هل الفيتامين ده ناقص ولا لا. لذلك احنا دايما بنقول التغذيه السليمه من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبص لاكلك انت بتاكل صح ولا لا، منظم في نومك، لان زي ما احنا عارفين ان الفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها بياخدها من اكله، والوظيفه بتاعه الجسم بقى انه يبدا يشغلها صح. في اشخاص غير منظمه في نومها،
فبيبقى امتصاصها للفيتامينات بيبقى اقل، التمثيل الغذائي بتاعهم الوقت اللي بيناموا فيه مثلا بالليل بيزيد مثلا هرمون الجروس هرمون، فبيبقى مهم جدا انه يبقى نايم هو مش بينام في الوقت ده، فيبقى عنده التمثيل الغذائي فيه لخبطه، فيبدا يحصل مشكله في ارق وتوتر وشد عصبي، بياخد او بيستهلك كافيين كتير فبيقلل معاه امتصاص فيتامين بي. كل الحاجات دي بتبدا تاثر في التغذيه بتاعتنا. الاكل الغير صحي اللي بيبقى فيه نسبه دهون عاليه، احنا بناخد دهون وخصوصا دهون المهدرجه بتخلي معايا ان انا ما بستفدش من الاكل استفاده كامله، هي بتبقى وجبه فارغه بتديني طاقه اللي هو جانك فود طبعا. اللي هي بتبقى وجبه ما فيش فيها فيتامينات ومعادن كافيه، هي عباره عن طعم وريحه وفقط لا غير وسعرات حراريه. على ذكر التغذيه السليمه، يعني لو حد عنده قصور في التغذيه ما عندوش شهيه ما بياكلش الكميات المطلوبه ولا النوعيات المطلوبه، هل الصح انه ياخد فاتح شهيه عشان يحصل على المطلوب جسمانيا من خلال الاكل السليم الصحي، ولا انه ممكن يلجا للمكملات الغذائيه؟ السؤال نابع من اعماق ده جاي من اعماق الاعماق كده السؤال ده انا معني بيه جدا يا دكتور. جميل. في الحالات دي لازم التشخيص، لازم تحدد المشكله جايه منين. ايه سبب ان الشخص ده فاقد الشهيه؟ هل هو نقص فيتامين بي عشان برضه بيحسس الشهيه؟ برضه في بقى عنده بالظبط او العوامل النفسيه الله ينور عليك، او مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن تبقى هي اللي عامله المشكله، او عوامل جينيه يبقى الشخص ده عنده الجين ان هو اصلا مركز الاحساس بالشبع والجوع مش بيديله الاشارات ان هو ياكل كويس، فبالتالي بيستدعي كشف بقى عند طبيب. تحدد المشكله تبدا تعالجها بسهوله خالص. طبعا فتح الشهيه من الحاجات اللي ممكن تساعده، وخصوصا لو انا باخد معاها كمان فيتامين، لان اوقات نقص الفيتامينات بيخلي الشخص عنده فقد للشهيه. بتلعب عن ان احنا بنديله حاجات فيها طاقه عاليه وصحيه، وبالتالي تبدا تديله تعويض للطاقه اللي الجسم محتاجها اللي هو بيفقد منها وزنه، فبالتالي بيحصل له نحافه او ضعف. عشان كده احنا بنقول ان فقد الشهيه تبص الاول تعمل له شويه تحاليل تشوف الهضم والامتصاص عامل ايه، المجهود العضلي والحركي اللي هو بيعمله ممكن يكون بيعمل مجهود حركي او مجهود ذهني اكتر من اللي هو بياخده من الاكل الطاقه بتاعته، فبالتالي هو بيقلب معاه بالسلب. عدم تنظيم النوم وعدم استخدامه لفيتامينات خارجيه مداعمه ليه، لان اوقات لما بتدي له مالتي فيتامين او حاجات فيها كذا نوع من انواع الفيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين سي من الحاجات اللي بتحفز معاه الشهيه كويس جدا ويبدا ياكل، تبدا تدخل له معلقه عسل ابيض ومعلقه عسل اسود مره الصبح ومره بالليل، مفيده جدا للشهيه عند الاطفال وعند الكبار، لان زي ما احنا عارفين ان السكريات الاحاديه البسيطه بتنشط معايا افراز الانسولين فيبدا يحس بقابليته للاكل ويبدا يجوع. بس في الاول لازم نتبع ان احنا نحدد المشكله فين ونبدا نشتغل عليها. اكتر ناس محظوظه في العالم. احنا لازم نراعي كل الكلام اللي الدكتور قال عليه في الفطار اللي انت وعدتيني بيه من شويه. ايوه بالظبط. ايوه احنا بنفطر بعد الهوا بس بنفطر بقى اكل تماما غير صحي برضه عشان نعترف قدام الناس، يعني لانه برضه خلي بال حضرتك من حاجه، الناس بتشتغل وبتبقى يعني ما فيش وقت قوي، فكله بيلجا للي هو الاكل تقريبا من الشارع، فبرضه دي نكون واقعيين. طبعا احنا بنقول عايزين ناكل اكل صحي و و و بس موضوع مش سهل يعني. الموضوع ده مهم جدا ليه؟ لان كلنا مشغولين ومضغوطين، بس الشخص لو حاطط في دماغه انه هيهتم بتغذيته لو حصل له كده ولخبط في يوم او يومين وباقي الاسبوع ظابط مش هيتضرر. ممكن نظبط يوم ونلخبط ليه؟ لان الجسم بيبقى قابل على التكيف ويعرف يظبط نفسه، بس لو استسلم للاكل الغلط هو بيبوظ جسمه خالص ويرجع يشتكي من مشاكل صحيه، عندي مشاكل في المفاصل، وهو اصلا ما عندوش مشاكل في المفاصل غير ان معامل الالتهاب عنده زاد نتيجه سوء التغذيه بتاعه، عنده سقوط شعر او ضعف في الفيتامينات. أيوة. اللي بتحسن معاه الشعر والجلد زي فيتامين اي وفيتامين بي مفيش، هو ما بياخدهمش في صوره كامله، فبالتالي بيبدا يحصل له ضعف لانه بياكل زي ما احنا قلنا اكل غير صحي. دكتور هشام، سؤال اخير معلش لحضرتك، في ناس كتير وده مؤخرا زاد وشفناه، ويمكن ده يعني كذا سؤال اتبعت على السوشيال ميديا لما نوهنا ان معانا فقره تغذيه، فمعلش انا لازم عشان امانه يعني اقوله، الناس اللي هي بتاخد مهدئات علشان تعرف تكمل يومها اعتقد ان ده مضر جدا، حضرتك تنصحهم بايه بديل فكره المهدئات والمنومات اللي الناس كتير عايشه عليها، ويعني حضرتك يعني اكتر واحد عارف الكلام ده مضر جدا. المفروض المهدئ او المنوم لازم يبقى تحت اشراف طبي، لازم يروح لدكتور وهو اللي يشوف له الحاجه، ده رقم يعني واحد معينه مش كده. انا نفسي اروح للدكتور الصيدلي وانا عايز اخد دواء مثلا منوم او مهدئ، يفضل لا، يفضل اعتمد اشوف احلل يومي، يفضل اعتمد اشوف احلل يومي ايه المشكله عندي جايه منين،
انا هل انا منظم في نومي ولا لا، ضغط الحياه والشغل بشرب كافيين كتير ولا لا ابدا اقلل منه، ببدا انظم يومي ان انا اكل 3 وجبات في اليوم، اخد مشروبات تعمل هدوء للاعصاب زي الكاكاو مثلا، ان انا اخد كاكاو مره في اليوم، اخد النعناع واليانسون برده من الحاجات المهمه، اخد مشروب الليمون وفيتامين سي برده موجود في البرتقال ناخدهم مرتين في اليوم، اخد منومات او اخد حاجات خارجيه ممكن تضر بالجسم بعد كده، وابدا ابنى ادكشن او مدمن للحاجه دي وبعد كده ما اعرفش ان انا اسيبها. احاول ازود زي ما احنا قلنا في البروتين وخصوصا اللاكتوفيرين، ودي من الحاجات البروتينات المهمه جدا واللاكتيوم اللي بتعمل هدوء للاعصاب. فبالتالي انا كده خدت منظومه متكامله من التغذيه بتاعتي وساعدت معايا في النوم وان انا امارس حياتي بصوره طبيعيه. في الفقره الحواريه الاولى كان منورنا ومشرفنا الدكتور هشام الوصيف وهو استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليك وسعداء جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. انا اللي اسعد، الله يكرمك. نورتنا يا دكتور هشام. ويمكن لسه في استشارات كتيره قوي حابين كمان نسالها، بس خلينا ننسق ان شاء الله فقره ثانيه حضرتك تنورنا في 10 الصبح، يعني بجد ده هيسعدنا واعتقد هيبقى مهم كمان للجمهور. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل ومعانا الضيف القادم هو كابتن شريف عبد المنعم. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. والحقيقه في كواليتي كده للبعض من الضيوف ما بيحتاجش مننا تقديمات كبيره لان هم نفسهم كبار. احنا بنتكلم على قيمه وقامه. كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي الاسبق ونجم شاشه قناه النادي الاهلي، صباح الفل عليك وسعداء بوجودك، اهلا بيك. صباح الفل عليكم والقيمه والقامه حضراتكم طبعا، ربنا يعزك وبقيه كل الذي ينتمي للنادي الاهلي وجماهيره الحمد لله. كابتن شريف، يعني على المستوى الشخصي انا سعيده جدا بوجود حضرتك، وانا يعني حضرتك من الناس انا بحبها فعلا. الدنيا كلها بتحبك. لا والله الناس انا بحبها، وفي ناس كده بجد تشوفهم تنبسط من غير ما تتكلموا، فبجد ان شاء الله تبقى فقره جميله وفي محاور كتير قوي انا وكريم هنكلم حضرتك فيها. ونبدا بالدوري الحالي وسؤال كده مباشر، مستوى الاهلي حاليا في الدوري الحالي، مش هنتكلم بقى اللي فات خلاص. مستوى الكوره في العالم كله مش الاهلي بس، الحاله اللي بيمر بيها العالم كله من كره القدم خصوصا، يعني من حاله الكوفيد اللي هي بتحصل دي، عدم استقرار لكل الاجهزه الفنيه في انها توصل بالفرق بتاعتها للمستوى الاول للاعبين اللي هم بنعتمد عليهم في الاول من اول مباراه، اللي هو بيقول الشكل الاساسي اللي بيعتمد عليه اي مدير فني او اي نادي اللي بيستقدم معاه اذا كان عنده فلوس كتير، يعني يقول لك يا تصرف فلوس يا تصرف نظر، فالناس كلها بره صرفت الفلوس مستنيه بقى الريزلت او مستنيه النتائج. حلوه الجمله عجبتني قلتها. في يعني بيتكلموا على الفرق الصغيره والفرق الكبيره، كله بيصرف بس على حجم الصرف بتاعه، فانت ما ينفعش تبقى بتصرف كل اللي عندك وبتهتم باسعاد الجماهير بتاعتك وتقف على المستوى الاول طبعا للمؤسسه بتاعتك، مؤسسه كبيره جدا، وبعد كده يحصل اي اختراقات ليك تعطلك بقى، اذا كان الكوفيد مثلا، اذا كان الحكام، ايوه لسه هنيجي، اذا كان تنظيم الشكل بتاعك، الحسد بتاعك انك رايح تلعب في كاس العالم للانديه يقول لك ما يروحوش وهيرجعوا مش عارف ايه، اي حاجه بتحاول توصل انها تاخد منك. طب ما انت تاخد مني من حيث انا انتهيت، تاخد مني انا بشتغل ازاي، تاخد مني انا هنبقى منظومه واحده كلها تجاه البلد. طب هو ليه في ثقافه التكسير لو انا مش قادر ابقى زي النادي اللي بنتكلم عليه ايا كان مين هو، ليه اكسر فيه؟ لانه هو مشوش، يعني هو لو يعني شغال على مصلحته بس وما بيبصش حواليه غير لمصلحته بس هيبقى كويس قوي وهينافس وهيبقى يمكن هو كمان الاول، انما لو طول عمرك بتبص على اللي جنبك او طول عمرك مش عارف تبقى زي اللي جنبك او مش عارف يعني تحذو الحذو اللي هو الطبيعي، انا مش عارف اطلع له فبحاول انزله هو مش عارف اقولها كمان، يعني ثقافه موجوده كتير للاسف. وبعدين السوشيال ميديا كتر خيرهم، في ناس يعني عايزه تبقى موجوده على الساحه وعايزين يجيبوا اخبار من هنا واخبار من هنا واخبار من هنا. حاله الشناوي مثلا في الاعتراض والايقاف والكلام ده، واخده من كل واحد يقول لك ايه، خد 4 ماتشات، شالوا ال4 ماتشات، قاعدين يلعبوا بمرجحه بالناس، والناس في الحاله اللي احنا فيها قاعدين في البيوت معظمهم 80% قاعدين، والباقي بيجري يعني بيشوف حاله وشغله مش هيقدر يقعد في البيت، انما حتى لو راح 10 دقايق ورجع بيبقى عايز يتفرج على حاجه، الحاجه اللي المعلومه اللي بتروح له تبقى معلومه دلوقتي بعد تلت ساعه تلاقيها غلط، بعد ربع ساعه تلاقيها بتتجدد لمعلومه ثانيه،
فخلاص بقت الحكايه كلها دوشه في دوشه ودوشه وبتاثر على صاحب القرار. بيلاقي فيه هجوم ويلاقي فيه شكل وازاي انت عملت كده يا راجل. احنا جبنا هدف من غير ما نخش في الماتش اللي فات ده، لو مش عارف اتكلم مع الناس ازاي. كوره خبطت وطلعت لفوق الديفندر، انا هشرحها لك. بص يا كريم ببساطه، الديفندر تنازل عنها انها بتاعته كده، الراجل عمل تيكوف زي الطايره عشان يدي بالايد وبالسماتش. الراجل ده طلع تيكوف وهو رايح، راح التاني ساند عليه بيعطله كمان، يعني في فاول كمان ضد المدافع، والتاني رفع رجله في وش. لو هتوقف الصوره كده وهتلاقي الراجل بيحط كره جون، وهو بيقع بقى هيقع فين؟ على اللسان التحت عليه وعامل له كده ووقع كده، فاضطر يقع، وكان كمان الاثنين هيتعاروا بسبب الراجل اللي هو عمل محطه الاستناده دي عليه، انه مش قادر يطلع ياخد الكره. اللي بيجنني انا ان اللي بيفتوا والراجل الحكم واقف جنبها وادى جول، والفرقه ارتضت بالجول، والحارس المرمى عارف انها جول، والدنيا كلها عارفه انها جول، وفجاه يطلع لي واحد لسه موهبته قليله جدا في التحكيم او محطوط على الفار، يقول لك استنى 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 استنى. احنا يمكن معانا هي كابتن شريف على الكاميرا، ده لو خد على الشاشه. فار ايه اللي انت تروح له ده؟ واول ما بيعمل كده اعرفي ان في حاجه. يعني هي فعلا يعني طبعا أنا مش هنتكلم باسمنا، بس هي كل الناس بتقول هي ما كانتش محتاجه فار. الشكل ده يبين لك ان احنا بنسند على المدافع، المدافع مش عايز يطلع. يعني هو لما يطير لفوق وبيدخل جول هيثبت حضرتك الكوره عاليه، المدافع تنازل عن حقه. ما هو طبيعي مش عايز يطلع تحت يا جماعه، مش عايز يطلع، مش عايز يطلع لفوق، فلقى واحد طالع راح عامل له الحركه اللي بتحصل كلنا دي مين؟ الاستناده عشان عامل له كده. طب ما هو ما قدرش يطلع، الراجل بتاعنا اللي طلع او الراجل بتاع الكوره دي، سيبك من النادي الاهلي. بس كثر الحديث في الفتره الاخيره هيفضل عن بص الشكل ده، هتفضل الشكل ده لعدم الخبره، واللي ما لعبش كوره واللي ما كانش في الموقف ده كذا مره والحكايه دي، هيبتدي يقول لك ايه؟ لا اصله اما تيجي تتكلم كابتن اصله سند على ايديه وواضح، لا حضرتك ما لعبتش كوره اصلا عشان تقول لي سند على ايديه ولا اصل الشكل، يعني شكل ايه؟ شكله كوره جول. واللي يغيظك بقى التعليقات اللي هي بعد الحكايه بعد ما الجول اتلغى، اللي كان داخل فيه جول وكلام من ده وما اعرفش ايه، قال لك ما هي فاول. ده كله ارتضى، انت فاهمني قصدي؟ والكل راحت نص ما، والحكم واقف بينه وبينها 5 سنتي يعني 5 متر بالظبط، ده واقف جنبها اول كره يقف جنبها. عندك بقى ضربه جزاء لبواليا، كره بالعرض، الراجل نام بيه على البتاع، فرعت معديه الدنيا كلها، ما جابوش سيرتها خالص، ولا الفار ده اتكلم من بره. طبعا في مش هقول لك نظريه مؤامره ولا حاجه، انما نظريه انا ازاي اعطلك باي شكل. ما كده بقت مؤامره. انا ما اقدرش اقول كده، لانها لو كده تبقى كارثه. يعني الحكايه دي لو كده لا عليه العوض. مش اول مره يعني كابتن شريف، ما ده حصل قبل كده، احنا ما بنتكلمش حتى تحديدا على ده، ولا الاهلي لما طلع تصريح مع كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو او الخطاب يعني ما كانش بيتحدث عن هذه الواقعه بذاتها، هو تحدث ان ده حصل كتير جدا قبل كده مع الاهلي، وحرم بالظبط، حرم الاهلي من بطولات كتير. بيجيب لي 5 حكام ما اعرفش عنهم حاجه، مع ان بيقول لك في الدرجه الثانيه يعني الدرجه جريشة والناس دي كلها بتحكم الزرقاء مع الترسانة مش عارف، دول حكام دوليين بيروحوا يحكموا. طب لو في خطة ممنهجة لتعطيل الأهلي، مش هنقول مسميات تانية، هو الكلام ده بيصب في مصلحة مين؟ هل فريق بعينه من الفرق المنافسة؟ هل من مصلحة حد إن المنظومة الرياضية عموما يبقى تخترق بهذا الشكل الغير مسبوق؟ هل من مصلحة أي حد إن يبقى الحق ما بيروحش لأصحاب؟ بقول لك إيه؟ أحكي لك بصراحة، أنت إيه رأيك في الزمالك اليومين دول؟ كويس قوي، مش محتاج. لعيبه بتلعب، عندها مقاومات، عندهم فرقه كويسه جدا، شغالين زي الفل. خلاص بقى، هما ناس عارفين دلوقتي السكه، عندهم مدرب كويس قوي ولعيبه كويس قوي، شايفين بيشقوا طريقهم كويس جدا، ويبقى هنا حق المنافسه جميله. انت ليه بقى بتحط لي حاجات تخليني انا اسلك السلوك ده معاك واشتكيك واروح وعايز حقي ومش عارف ايه ليه؟ من احنا مش سامعين على اي حد تاني بيتكلم في اي حاجه. طب ايه ارجعك للماتش بتاع حلمي طولان 3 ضربات جزاء اللي ما حدش اتكلم عنهم؟ انت بتقول لي احنا مش في نظريه احتمالات؟
مش هنقول. طيب خلينا يعني خلاص هننتظر ايه اللي هيحصل، ولكن كويس جدا ان احنا برضو اخذنا هذا الموقف. لازم كده بيجي وقت الواحد بيقول كفاية، يعني احنا يمكن سكتنا قبل كده كتير لكن فعلا دلوقتي كفاية. وزي ما احنا قلنا حتى حكام دوليين تحدثوا ان الاهلي ظلم في قضية التحكيمية مؤخرا. احنا فرقة مستفزة، احنا فرقة مستفزة بناخد الدوري قبلها بثمان اسابيع. على كل حال خلينا نبص فيما هو قادم كابتن شريف، وقرعة كاس العالم للاندية، وعندنا مواجهة هنا الدحيل القطري. فخلينا نشوف من هنا البداية وجهة نظر حضرتك ورؤيتك لهذه المباراة. بصي دايما الاهلي ما تخافيش عليه لما يلعب مع بايرن ميونخ، يلعب مع الدحيل، يلعب مع الفرق الكبيره، فرقه كبيره جدا واخده الدوري السنه اللي قبلها، السنه دي هي الثاني في البطوله هناك عندهم، عندهم اربع محترفين جامدين جدا. بس الاهلي لما بيلعب مع الفرقه دي بيبرز كل امكانياته. الاهلي لما بيضغط بيبان التركيز وبيبان امكانيات وفرديات اللعيبه. الاهلي لما بيبقى مركز تماما وفي معسكرات تبقى فرصه، الاهلي لما بيبقى فيه عداله تامه وفير بلاي اعتقد ده تول بي يعني كم يعني في البطوله ان شاء الله يعني المفروض. ده الاهلي ما تخافش عليه. الاهلي زي ليفربول هنا في مصر. لما بيلعب الدنيا كلها بتقعد تشجع، الدنيا كلها بتقعد تتفرج. طب لما يكون المنافس بقى خليجي، ويمكن احنا الفرق المصريه بشكل عام ما لهاش احتكاكات كتير بالفرق الخليجيه، وفي بعض الاحيان ممكن تبقى خلفيتهم الى حد ما مجهوله. لا بس احنا بنتفرج دلوقتي على كل على السعوديه والامارات والحتت دي كلها، لان البطولات بقت كاس العالم قربت، التصفيات البطولات بقت مشحونه جامد جدا، في عوامل مواهب كبيره بنسمع عنها راحت للبلاد دي دلوقتي كذا محترفين. بتروح تشوفوا هنا طب كان بيعمل هنا في اسبانيا ايه وبيعمل ايه هنا دلوقتي. في الملاعب بقت موجوده في البلاد العربيه من زمان، حاجه سحر انك تلعب على السجاد ده طبعا. الجو كله مهيئ ليك، العدد القليل اللي عندهم هناك فعاملين مساحات تخليك تحب تلعب، الادوات عندهم كويسه جدا، بيقترنوا بالغرب بشكل سريع جدا وبينفذوا بالحوافز، وارتباطهم بالفيفا وارتباطهم بالاتحاد الاسيوي وارتباطهم بيك فرج عليك. لما الاهلي كسب قد ايه الامارات فرحت، وقد ايه الدنيا صحيح. كرمتك، وقد ايه كل ما ينتمي الى الفانيلا الحمراء او لو كان اي حد تاني كسب برضه كان هيبقى بنفس الشكل، بيحبوا مصر، بيحبوا الشكل، ما احنا كمان نفس الشكل، احنا بنحب نتفرج على التقدم اللي هم بيعملوه في كل حاجه. يعني في لما تلاقي حته منوره كده وبتعمل كل حاجه انت غصب عنك هتتفرج عليها. دي شكل الجيم حلو، هي عدم الجماهير بس اللي مخلينا كلنا ايه النقطه اللي انت اتكلمت فيها، يعني احنا بنشوف الحاجات دي، هل احنا بنقلب كده ما عدم الجماهير دي. انا امبارح اتفرج على تشيلسي وليستر سيتي مفيش جمهور وماتش جامد جدا، مش حاسس ان يعني الجول بيخش اتنين تلاته بيسقفوا يعني عاملين ايكو ساوند على طبعا مفيش هو الايكو ساوند ده موجود علشان اهميه الجمهور للعيبه، فهو بيحاول يعوضه بحاجه يعني تكنولوجيا. في مسرح من غير جمهور؟ لا طبعا طبعا 100%. بتدي تدعيم اكتر للعيبه، بتحركوا اكتر، بيحسوا بالغلط والصح، بياخدوا المكافاه حكايه. بس ربنا يسهل الشهرين دول وتعدي ونرجع تاني للشكل ان شاء الله. احنا هنستاذنك كابتن شريف، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مره ثانيه. اتفضل. ما زال معانا يعني ضيفنا العزيز جدا كابتن شريف عبد المنعم. انا مش عارفه اقول ضيف ولا زميل ولا صاحب بيت صاحب استوديو ولا صديق ولا ايه. كريم خد بالك يعني كل واحد عايز يقعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه، انت ما تمجدش قوي يعني. لا والله العظيم ضيف عادي جدا. لا مش ضيف عادي ولا حاجه، عمري ما كنت كان كابتن عبد المنعم عادي. لا كلها عايز تقعد على الكرسي. انا بقول لك انت والله العظيم ولا في حبيبي من ايام واحنا قد كده يا باشا، تنور الكرسي اقسم بالله والله مش الكرسي الاستوديو كله يا بقول لك الدنيا كلها عايز تقعد على الكرسي ده. هو فاهم ولا انا مش عارف عارف ما فهمناش بس مش مشكله. ربنا يخليك كابتن شريف. خليني بقى اروح مع حضرتك تحليلك شويه ورؤيتك لفكره هنا. احنا ابتدينا يعني مثلا انت حضرتك مثال الدوري اللي فات، احنا كنا بنخش نخلص من اول دقائق تقريبا في الماتش، ده كان نظام الاهلي. اتاجل شويه بقى الفوز في كذا مباراه مؤخرا، وفكره ان احنا حتى بقينا ننتظر للشوط الثاني. وجهه نظر حضرتك ده راجع لايه؟ ان احنا بقينا بنبحث دايما على الهدف الاول فكان اكثر مباراه ثلاث مباريات دلوقتي اهو.
في تفاوت في انهاء الهجمه في الفتره دي، في وجود عناصر بتبقى موجوده وبعدين اجي ما لهاش موجوده في المباراه اللي بعدها، في دخول عناصر تتميز. واحب دايما عندنا الكره حاجه في الكوره يقول لك تكسبه العبه، يعني بقى لعب اخر 60 دقيقه او اخر 40 دقيقه بفرقه معينه عملت له الشكل اللي هو مبهر بالنسبه له، ادته اداء ونتيجه وكل شيء، يقول لك طب ما ابتدي بيهم المره الجايه. حاله كل يومين ثلاثه ماتش دي عايزه حاله تدوير للاعب نفسه، ما تعرفش عضلاته بقت عامله ازاي. اديك شفت وليد سليمان جاب جولين في الماتش اللي قبله ونزل، طبعا كان خطا جدا ان هو يكمل او يلعب المباراه دي، جاله شد في رجليه. فالحالات دي هي اللي بتعمل عدم اتزان. لاعب قاعد بره كان متعود زي محمد شريف ان هو بيلعب، فجاه ينزل يجي بواليا فيحصل حاله نفسيه، يقول لك هو بواليا جاي عشان يقعدني انا ولا جاي. الحاجات دي بتحصل بين اللعيبه. هو بالمناسبه على ذكر بواليا انا بقول لك عشان الدنيا بتتكلم كده يعني، احنا ما عندناش ده، انما دخول بواليا ودخول نجاح بواليا نجاح لمحمد شريف اللي الناس مش فاهماه، لان هيجي في وقت من الاوقات انت في بطوله كاس العالم دي هتحاول تلعب باثنين راس حربه مش واحد بس، هتبقى عايز محمد شريف وعايز بواليا والاثنين هيلبنج لبعض، والاثنين مع تعديل شويه في 4 2 3 1 دي تتغير لحاجه ثانيه، هتلاقينا مع الفرق زي بايرن ميونخ ان شاء الله في اي حد هتلاقي نفسك بتغير غصب عنك الطريقه، انت مش تلعب ديفندر بحت قدام وسيمه الراجل الموسيماني ده اللي انا بقدره جدا وبتكلم عنه، ان الراجل ده بيفهم كوره كويس قوي ولسه مع الدنيا كلها ماشي، يحصل له دروب يحصل منه تعادل او اتنين مش ده المستوى بتاع قيمه فيه، بس ده طبيعي دي كره قدم يعني. خد بطولتين فعلا مش بلاي ستيشن، بطولتين يعني. خدهم ازاي ما خدهمش ازاي، او بطولتين محطوطين في عندي في النادي هنا مكتوبين على اسمه، بيشتغل كويس قوي، كل اللي شغالين معاه بيشيدوا بيه، فمش هو الشكل اللي هيستحمله لوحده يعني، انا مش هحمله الحكايه ان انا مش عارف اجيب جول في اول تايم او اول هاف تايم او الشوط اي حاجه، دي مسؤوليه مدير فني، لا دي مسؤوليه لاعب بقى، مش بشكل ضغط على المدرب المدير الفني لما يلاقي ان في توجه عام عند ناس كتير قوي بملحوظه معينه متكرره، هو ليه الاهلي بيضطر يستنى للشوط الثاني عشان يحرز اهداف، دي ممكن تخليه يغير حتى خططه في المستقبل ولا مش بالضروره؟ لا دي يخليه يعمل اكتر تعليمات، اكثر بيبقى عنده يومين بس، فبيعمل تاكتكس على ريبيت للي حصل في الماتش اللي قبليه اذا كان نظري واذا كان عملي، فبيبقى بيجي نتكلم ليه انت في الماتش ده ما جبتش جوال، يجي لي محلل اداء وياخده على جنب مع المترجم يمسك اللاعب زي بواليا ده، انت بتستلم دايما وظهرك للجول، لا لازم تبقى بتستلم بشكل تاني، ده الاشياء اللي هي بتعدل في الماتشات اللي بعدها، دي الحاجات اللي هي مطلوبه. انا بتكلم لان لعبت كوره وانا بتفرج عارف الدفوهات فين، وفي لعيبه بتتعب يعني، هو ده افشل اللي احنا اتفرجنا عليه من كام ماتش فات واللي نزل غير النتيجه، في لعيبه عضلاتها بتتعب وفي لعيبه النيرف بتاعها بينزل، ومش معقول علي معلول هياخد بقى يعني حرام كمان يعني، لازم كمان محمد هاني الناحيه اليمين تشتغل شويه، ولو ومحمد ما كانش موجود بيحاول اكرم توفيق بيحاول بيكام كمان مش حتته، هو يعني لعيب كويس قوي بقى في الديفندر مكمل لنص الملعب، لعيب هايل على فكره، وعشان كده احنا جبناه، هو اصلا جاي في الحته دي، انما انت ما تسند لاي حد حته ما تقللش من شانه، العكس ده هو بيعمل هيلبنج بيعمل ما بيديش 70 80%، انت عايز منه 60% مش 70 80%، انما الحته دي تتقفل دفاعيا، ده اول مفهوم ليا في حكايه الديفندر اللي ورا او الباكات اللي بيبقوا موجودين. عندك ناس يعني ناس ثابتة المستوى زي ايمن اشرف مثلا، علي معلول، بيبقوا محتاجين بقى العناصر اللي قدامك كمان معاهم تكمل، انت محتاج كمان نيرف بس زياده او تركيز مع عدم ضغط نفسي ان انا لازم اخلص الماتش دلوقتي، زي احنا كان عندنا حاجه ويمكن هقفل النقطه دي خالص، زمان قبل ما نيجي نازلين الملعب الكوتش الماتش يخلص بعد مش قبل كبيركو 10 يعني لازم يحسم محدد المسؤوليه، انت نازل لازم تجيب جون في اول 10 دقائق، فالعب يا كريم انا هون نلعب ماينس 2
ابقى نازل حاسس ان انا مغلوب 2. حتى لو خطه دفاعيه او هجوميه كابتن شريف ما بتفرقش، لازم تخش تجيب جول في اول 10 دقائق. خلاص انت شكلك الطرحك في الملعب، تدوير الكره، الباس السليم، ما فيش الاطراف بتعدي، لازم الدخول التوغل مسانده من نص الملعب للفراوده، هو ده خلاص اسلوب لعبك اللي احنا بنلعب بيه. فاللي انت بتقولي عليه ده خلاص الناس حافظه، كل الدنيا حافظه، حتى انت حافظه بيلعبوا ازاي مش عارفه تمسكيهم. أيوة. لانهم عندهم تايمنج في الاتاكينج، مش على طول عشوائي. طيب بناء على كل ما سبق ذكره، كيف ترى فرص النادي الاهلي في مونديال كاس العالم؟ عدي بس المباراه الاولى. وعدي المباراه الاولى هي بالنسبه للناس بتلعب على ارضها هناك، بقت الحكايه 50-50. اللي هقول ان النادي الاهلي اكبر شعبيه في الوطن العربي كله، بس لحظه المباراه دي انا حالتي ايه؟ لعبتي ايه؟ لو لعبتك جاهزه وكل حاجه والدنيا بيس وما اعرفش ايه، تلاقي ماتش زي ده طلع 3-2 3-1 حاجه كده، هتلاقي كومبيتيشن طف يعني. هم لن يقبلوا الهزيمه بسهوله، وانت لن تقبل الهزيمه من اول مباراه. فانت ضمنت دلوقتي ماتش جامد يعني. ماتش مفتوح. طبعا. يعني مش طيب خليني كده برضو اروح مع حضرتك وقضيه هنا الشناوي، لان احنا برضو معلش في اربع ماتشات كده مفروض ان هو مش هيكون متواجد فيهم، واحنا داخلين على ماتشات وكاس عالم، فاعتقد برضو الماتشات دي كانت ممكن تكون مهمه جدا ان هو بتدي تدريب وغيره وغيره. المشهد بقى كده في حراسه المرمى تحديدا بتشوفه ازاي؟ لا ان شاء الله اللي موجودين على مستوى عالي جدا، والثلاثه بيتمرنوا تمرين واحد، ومصطفى شوبير يعني مش هتحس بغربه. لكن عايز اتكلم في حته ان انا لما اروح للحكم فريندلي كده اقول له كابتن كابتن مش عارف ايه، يروح باصص لي يعني انت نيتك وحشه قوي معايا كده يعني. لا وبعد المباراه لا يعني كمان مش دي اثناء المباراه ايه النيه دي؟ وانت لو في حاجه وانا اسأت ليك في اي حاجه كنت طردتني، كنت اديتني انذار ان انا عملت اي حاجه مشينه ضايقتك قوي، او أيوة. او حاجه مش مفروض اي حد يعملها، ولا خد انذار ولا كتب ولا اي حاجه كتب في التقرير بعد انتهاء المباراه. الله اعلم حد بقى ازاي انت ما عملتش ازاي انت ودى الراجل في حته ثانيه. انا سمعت ان لجنه حكام وقفت الحكم وقفت الفار، عملوا له هو في كل الاحوال احنا نتمنى يعني ان النهارده ازاي يعني ده دبل فولت يعني. ده انتوا حاسين ان انتوا اخفقتوا مع الاهلي وفي نفس الوقت وبتعاقبوا الاهلي كمان بعد وايه النيه ده؟ الحكام كلها الجمال تلاقيه طول الماتش بيبتسم. طب هل ممكن تكون يعني اخبار مسربه اللي حضرتك بتقولها دي لتهدئه الراي العام على الواقع؟ ما فيش حاجه حصلت ولا ايه؟ وارد خلاص في نيغوشيشن بقى يعني تحصل بينهم وبينهم، وهم ناس وناس في اتحاد الكوره يعني على قدر كبير جدا من التفاهم وعلى قدر كبير قوي ان هم يمشوا الحياه في مصر بيس يعني الفتره دي خصوصا يعني. فهم لا مش عايزين نتوهم ان الحكايه ضد او مع او، انما اكيد في حاجات بتبقى ساعتها الدنيا زي الجول ده كده، انما بعد ما تقعدي وتتفرجي والاراء تيجي وانا اخد رايك وانت تاخد رايك الدنيا بتهدى. نتمنى يقول معاك حق، يقول لك معاك حق، الراجل كان نيته سليمه يعني ما كانش معاك. وممكن حكايه الامال معقوده كلها على ان اتحاد الكره يعيد المنطق الى نصابه الصحيح النهارده ان شاء الله. طيب احنا وفي وجود حضرتك معانا، احنا كنا سالنا النهارده في بدايه حلقتنا سؤال لكل الناس، تعرف دايما المراحل السنيه المبكره الواحد لما بيقرر ان هو يشارك في رياضه معينه مش بالضروره يستمر فيها، فكان سؤالنا ايه الرياضه اللي كان نفسك تمارسها وانت طفل صغير؟ وجدت لنا طبعا الكثير والكثير. احنا قبل ما نبدا ايه رايك نسال كابتن شريف، لو ما كانتش كره القدم يبقى ايه الرياضه اللي كان نفسك تمارسها وانت صغير غير الكره؟ انا مارست جميع الرياضات الحقيقه كله، بس ايامنا احنا ما كانش في نافذه على العالم تحببك في الرياضه بالعين الا كره القدم. انا كنت على طول بتفرج على كره القدم، على طول بسمع كابتن لطيف، على طول كان بيشحننا، على طول نفسي ابقى لعيب كوره، على طول بلعب في المدرسه في دوري الفصول، على طول بلعب في دوري المدارس، على طول في المنطقه انا كنت ساكن ورا الاستوديو هنا في العجوزه، فعلى طول بنعمل ماتشات، على طول في بطولات، على طول انا ناس معجبه بيا. فما خيالي ما راحش لا حاجه ثانيه غير ان انا نفسي ابقى لعيب كوره وطيار. أوكي. انا كمان كان من احلام يكون طياره. والله شفت بقى الكيمستري الحلوه دي.
طيب هاني صالح من اوائل الناس اللي بعتوا لنا اجاباتهم، بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، ويا رب كاس العالم للانديه تكون اهلاويه، كان نفسي قوي العب تنس ارضي وكره سله. واحمد السيد كان نفسه يلعب كره السله، بيقول ان هو بيحبها جدا. فرانسيس رودي التنس، وربيع عبد الغني كره قدم، الحسين علي عطيه سكواش او جولف، ومحمد ابو النجا صباح الورد والياسمين على الناس الحلوين، كره القدم وكره السله، واسلام اهلاوي كان نفسي اطلع لعيب كوره بس الظروف. سعيد مهران كاراتيه او تايكوندو، محمد سعيد ملاكمه وكاراتيه وكره قدم. هتلاقي على فكره معظم الاجابات برضو واحده في رياضات كده بتكون هي المستحوذه يعني على الناس. بروسلي لما نزل وعمل خد وقت جامد برضو. طبعا طبعا. سباحة وركوب الخيل، حلوة ركوب الخيل دي برضه. عمرو سيد تنس، ومحمد أهل، محمد علي السباحة، حمادي إبراهيم كرة قدم في النادي الأهلي، وأشكر كل العاملين لقناة النادي الأهلي، وعاوز دعوة للنادي الأهلي، النادي الأهلي العالم للأندية، كلنا وراك يا أهلي. طيب على تمام. فكرة السباحة سوري أهم حاجة في الحياة السباحة بالنسبة لأولادنا كلنا من أطفالنا، اللي يجي يقول لي عنده 7 سنين وعايز يلعب كورة، لا لا لا، ارمي ابنك في حمام السباحة بيبني العضلات بتاعته، بيبني الجسم كله، بعد كده الولد يطلع الموهبة بتبان. انا حتى لما اجي اسسه الاقي فيه حاجة واقفة، الاقيش حاجة سكيني كده. أيوة لسه انا هبني عضلات. لا، الولد من 7 سنين ل10 سنين لو اترمى في حمام السباحة يبقى انت حافظت على حياته، ممكن قبل كمان 7 سنين حافظت يعني على صحته. والسباحه دي اهم حاجه في الشيء، ولاد وبنات ولينا احنا لحد دلوقتي، ولاد وبنات يا كابتن. صح، كل الدنيا يعني. احمد السيد بيقول تنس، مصطفى محمود بيقول كنت لاعب كره قدم بس كان نفسي العب كره طايره، ورشاد محمد شاكر صباح الفل والياسمين لكريم الهوند، الكاراتيه وكره القدم. والله كره القدم ده انا كمان، انا لو تابعتنا في الانترو يا كابتن شريف انا كنت بتكلم اني بلعب كره نس كنت بلعب كرة نسائية كريم والله. كان نفسي انت ونجرات وانا ونجلفت واقف في النص هيثم شيتا كرة قدم، وحيد طلعت كرة قدم. ماشي يا كابتن، كنا عاملين شوية اجوان تنزل بقى على اليوتيوب للعمر كله. ايوه ايوه. سامح كان نفسه يلعب سكواش وهو صغير، السيد احمد شوقي تنس، ومعاذ الهواري نفسي العب في ناشئين النادي الاهلي نادي القرن. التنس ده بنلعبه لما نبطل يا لا يا عندنا 60 سنه نبقى نمسك المضرب. على فكره التنس ده خلاص يعني. لا طبعا، لا والسكواش اللي حلو. لا والتنس، والتنس السكواش اللي بيخليك، انا كنت اما اتعور وارجع ياخدني الكابتن حسني الله يرحمه بقى ياخدني هنا في السكواش ويدهاني بطيئه اعملها له ومرجعها لي ورا الف ارجع زي الرهوان في الملعب بعد كده. طيب اتفضل. سعيد بيومي كونغ فو، محمد كره قدم، محمود سرحان رياضه الكاراتيه، محمد كره القدم، هاني علي الفروسيه، رضا بقى شعبان. طيب احنا هو طبعا للاسف الوقت بتاعنا خلص قبل ما نقول حتى نص اللي بعتوه. الرياضات كلها يعني بتتنوع ما بين خيل وتنس وسباحه وكره قدم، بس طبعا كره القدم برضو هي المستحوذه يعني على الاجابات، مستحوذه على العالم كله. صحيح. أيوة. حضرتك نورتنا يا كابتن شريف، وسعداء جدا لوجودك، وان شاء الله نسعد بوجودك مره ثانيه قريب باذن الله. ثانك يو فيري ماتش، وانا ببقى دايما بحب ان انا ابقى معاكم يعني. نورت. وهنتقابل ثاني اكيد سواء في القناه او حتى في النادي، احنا بنحب ان احنا نتجمع هناك طبعا. يا ريت يعني. في شمس جميله اهي، هيحصل ان شاء الله. في نسكافيه وفي نشكرك شكرا جزيلا نورتنا واسعدتنا، ونشكر اكيد كنت حضراتكم على حسن المتابعه حلقتنا النهارده. يتجدد اللقاء اول اسبوع بقى، وعليك ان شاء الله يوم الاحد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.